السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير. أهلا بكم في عدد جديد من برنامج هذا الصباح، يأتيكم مباشرة عبر الإخبارية الجزائرية وتتابعون فيها. المخطط الاستثنائي لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية موضوع نسلط عليه الضوء مع المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية بولاية المدية. وفي الحدث اليوم إعادة فتح المعابر الحدودية بين الجزائر وتونس بعد القرار المشترك بين الرئيسين الجزائري والتونسي. في الملف الاقتصادي سنتناول القيمة الاقتصادية من عملية استرجاع جلود الأضاحي وكيف تساهم هذه الأخيرة في تقليص فاتورة الاستيراد. وفي الصحة سنتطرق لأهمية التغذية الصحية والسليمة وضرورة التحسيس بأخطار التسمم الغذائي. وفي الذاكرة التاريخية نستضيف في برنامج هذا الصباح شاهد على جرائم الاستعمار الفرنسي السيد أحمد مشطوب من معطوبي حرب التحرير الوطنية، بالإضافة إلى روبورتاجات ومواعيد إخبارية قارة. كل هذه المواضيع تتابعونها بالتحليل والنقاش بعد الفاصل، تفضلوا بالبقاء معنا. صباح الخير للجميع وجمعة مباركة. أول محطة في برنامج هذا الصباح إطلالة على توقعات أحوال الطقس. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. تحية صباحية للجميع. أحوال الطقس المرتقبة لنهار اليوم حسب مصالح الأرصاد الجوية، فالأجواء دائما ستبقى مشمسة تماما بشمال الوطن، لكن بعد تلاشي ضباب ميز صبيحة اليوم السواحل الغربية. تمركز لسحب كثيفة سفلى هذا على المرتفعات الداخلية الشرقية بالجنوب الجزائري، استقرار تام للعناصر الجوية، عاد تشكل بعض السحب الرعدية بأقصى الجنوب الجزائري، مرتفعات الهجار والتاسلي مع زوابع رملية موسمية بأقصى الجنوب، الصحراء الوسطى، مناطق الجنوب الغربي للوطن وصولا إلى مناطق الجنوب الشرقي للوطن. خلال هذه الصبيحة درجات الحرارة الدنيا تراوحت بين 18 إلى 21 درجة بشمال الوطن، 27 درجة بغردايا الواد بسكرة، 28 بولاية بشار، 32 بتندوف أدرار، 33 بإن صالح، 24 درجة بمرتفعات الهجار وتاسدي، وقرب 29 درجة بأقصى الجنوب. عن ظهيرة اليوم بحول الله الحرارة القصوى تبقى في استقرار، لن تتعدى حدود 30 بعنابة سكيكدا وهران مستغانم، 33 بالجزائر العاصمة، 36 بتيزي وزو قسنطينة سطيف باتنا، 35 بالجلفة، 39 درجة فيما يخص غليزان شلف ومعسكر، 34 بالبيض، لن تتعدى 40 درجة بشمال الصحراء، 41 بورقلة إليزي، 44 بالصحراء الوسطى، 45 درجة فيما يخص تندوف أقصى الجنوب الجزائري، وفي الأخير 37 درجة بتمنى راسيت وجانيت. البحر لنهار اليوم سيبقى هادئ، لكن هذا على السواحل الشرقية. البحر قليل الاضطراب على السواحل الوسطى وحتى الغربية. الرياح هذه المرة ستأتينا ضمن التيارات الشرقية شمال الشرقية بالنسبة لكل السواحل. هذا داخل الوطن. خارج الوطن إلى شمال إفريقيا الأجواء ستكون مشمسة تماما بتونس مع 34 درجة، نفس الأجواء بطرابلس مع 32 درجة، 34 بالقاهرة، 36 درجة بالخرطوم، الأجواء ممطرة تماما بالنسبة لنجامنا 31 درجة، 35 بنيامي، نواكشوت 28 درجة، وفي الأخير الأجواء غائمة كلية مع بالعيون المحتلة مع 33 درجة مئوية. الختام سيكون بالمعلومات الفلكية. غروب الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحيها نهار اليوم سيكون في حدود الساعة 8 مساء وست دقائق. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة في أمان الله. قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا
نصنع المستقبل. ذكرى 60 لعيد الاستقلال والشباب، القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري أعدت مجموعة من الأعمال الوثائقية والروبورتاجات المطولة لإبراز أهم الإنجازات في عديد القطاعات السيادية في الجزائر، إبراز مدى تطورها وتقدمها عبر السنوات. الجزائر إن شاء الله تكون منها حرة مستقلة. كل هذه الإنجازات تعرض عليكم يومياً من خلال هذه الأعمال على شاشة القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري الذي يواكب أفراح الجزائر. التلفزيون الجزائري، صورة الجزائر. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في برنامج هذا الصباح الذي يأتيكم على مدار 3 ساعات من الزمن بفقراته وأركانه الخدماتية، والمستهل بالمخطط الاستثنائي للحماية المدنية والموجه لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى برنامجها التوعوي والتحسيسي للحد من مخاطر السباحة في السدود والبرك. وللإطلاع على مضمون هذا البرنامج يسعدني استضافة المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية لولاية المدية الملازم كريم بالفحصي، حاضر معنا اليوم. صباح الخير سيدي، شكرا على تلبية الدعوة. تحية صباحية عطيرة لك أختي الكريمة ومن خلالك لكل زملاء في الاستوديو،
ولكل من يشاهدنا عبر قناة التلفزيون نقول لهم جمعة مباركة. شكرا، جمعة مباركة لكم أيضا. إذن مديرية الحماية المدنية سطرت برنامجا ثريا تحسبا لموسم الاصطياف الذي انطلق تقريبا منذ نهاية شهر ماي ضمن مسعى حماية المواطنين من مختلف الحوادث. أبدأ معكم من المخطط الخاص بمكافحة الحرائق والمحاصيل الزراعية. طيب شكرا، أولا شكرا للتلفزيون العمومي على هذه الاستضافة اللي في الحقيقة جاءت في وقتها من أجل شرح المخطط الاستعجالي أو الاستراتيجية المنتهجة من قبل المديرية العامة للحماية المدنية بخصوص مجابهة ومواجهة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية والنخيل للسنة الجارية. ما يخفاش عليك وعلى المشاهد الكريم أنه السنة الماضية سجلنا العديد من الخسائر في الهكتارات، سواء بالنسبة للمحاصيل الزراعية متمثلة في القمح القائم والشعير ومختلف الحبوب، بالإضافة إلى الأشجار المثمرة كأشجار التين واللوز و البرقوق وإلى غير ذلك من كل الأشجار التي أو من كل الكروم التي تعرفها الفلاحة الجزائرية في مختلف ولايات الوطن. بناء على هذه الأرقام، على هذه الإحصائيات، على هذه الصور، على هذه الخسائر، المديرية العامة للحماية المدنية باشرت مخطط استعجالي ممنهج من أجل التحضير الجيد لهذه السنة من خلال توفير تعداد مادي وبشري مهم موزع عبر سلسلة الولايات التي معروف فيها هذه الكثافة الغابية وهذه المحاصيل الزراعية، بحيث كان من المفروض كل سنة الريت المتنقل لمكافحة حرائق الغابات تنطلق فعاليته بداية من 1 جويلية إلى غاية 31 أكتوبر من السنة الجارية. بناء على ما ذكرته سالفا، هذه السنة الريت المتنقل انطلقت فعاليته وأصبح عملياتي في الميدان بداية من الفتح جوان، بمعنى تم تقريبه بشهر قبل الموعد الحقيقي اللي كان يشتغل عليه في السنوات الماضية. إذن هذا إجراء أولي. الإجراء الثاني، تدعيم الولايات الوطن بالأرتال المتنقلة. ففي السابق كانت الحماية المدنية على مستوى ولاية الوطن تحتوي على حوالي 32 إلى 35 ريت متنقل. ربما المشاهد الكريم يقول هذا رجل الحماية المدنية اللي يرى موجود في البلاطو يتكلم عن ريت المتنقل، واش هو ريت المتنقل؟ هو تعداد مادي وبشري مستقل عن مصالح الحماية المدنية، خاضع إلى المديرية العامة للحماية المدنية، مديرية التنظيم وتنسيق الإسعافات، مهمته التدخل في حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية أينما كانت هناك الحرائق، سواء على المستوى المحلي أو كفريق دعم للولايات المجاورة. نأخذ على سبيل المثال، كان هناك حريق على مستوى غابات جبال شريعة، هنا الريت المتنقل المخصص لولاية البليدة يتدخل لإخماد الحريق. إذا كانت هذا النار أو هذه المساحة شاسعة ولم يستطع السيطرة على الحريق، نطلب بالدعم من المديرية العامة للحماية المدنية، فيتم تقديم الريت المتنقل لولاية المدية، لولاية الجزائر العاصمة، لولاية البويرة، باعتبار أن ولاية هذه الولايات مجاورة لولاية البليد. فهذا الريت يتدخل على المستوى المحلي كما يتدخل في الولايات المجاورة لتقديم الدعم. وإحنا هذا الموضوع سجلناه السنة الماضية، وين شفنا الريت المتنقل لولاية المدية مثلا ولاية البليدة تنقل إلى ولاية تيزي وزو، شفنا ولاية سطيف تنقلت إلى ولاية خنشلة، وهذا يعطي ديناميكية ويعطي دعم مادي ومعنوي للفرق المتدخلة في عين مكان من أجل السيطرة على الحريق وعدم انتشاره ودخوله ربما إلى المجمعات السكنية، إلى الإسطيبلات لغير ذلك. ثاني حاجة، وقبل ما نروح إلى الريت المتنقل، كانت هناك بما يسمى بالعمل التوعوي والتحسيسي لفائدة شرائح المجتمع المدني، بحيث كان الانطلاقة من التلفزيون العمومي من هذا البلاطوهات، كان زملائنا اللي راهم موجودين الآن في بعثة الحج اللي نباركوا لهم الناقب نسيم برناوي والناقب مراد يوسفي والعقيد فاروق عاشور وكل المكلفين بالإعلام اللي جازوا على هذا البلاطو وعطوا نصائح وتوجيهات للمواطن الكريم، كيف نحمي غاباتنا من الحرائق، كيف نتصرف مع هذا المحيط الغابي، مع هذه الرئة التي نتنفس منها جميعا. وعطاوا مجموعة النصائح والتوجيهات للمواطن الكريم وللمؤسسات الصناعية وللفلاحين والمزارعين. ثم بعد ذلك انطلقت حملة أخرى موازية على مستوى دور العبادة والمساجد، بحيث كان لنا تنسيق مع السادة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وين وضعنا برنامج محكم يتفضل السادة الأئمة في خطب الجمعة بتوعية المواطنين في كيفية الحفاظ على هذا المحيط الغابي. عملية أخرى كانت على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالفضاء الافتراضي، من كل مرة راح يكون هناك وصلات إشهارية، راح يكون نصائح توجيهات أفيشاج على مستوى هذه الصفحات التواصل الاجتماعي، حتى نخلي المواطن الكريم يبقى دائما على الطلاع ونبقى مرافقينه في هذه العملية. نقطة مهمة أخرى قامت بها المديرية العامة في هذا المجال، وهو
إمضاء اتفاقية مع ممثلي أو مع وسائل الاتصال عن طريق الجوال، موبيليس، جيزي، نجمة إلى غير ذلك. هذه المؤسسات اللي راهي تشتغل على مستوى بلادنا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الاتصال وهذه المؤسسات، كانت هناك رسائل نصية SMS تجي للمواطنين في الهواتف النقالة نتاعهم، في عبارة عن جمل بسيطة مختصرة. الهدف منها هو توعية المواطنين في كيفية التعامل مع هذا المحيط الغابي وهذه المجمعات الغابية، حيث لا نرمي أكرمك الله سيجارة. حتى إشراكهم في عملية حماية الثروة الغابية. نعم. ما نرميوش السيجارة من نافذة السيارة، ما نروحوش نديروا المشاوي مثلا ونحن رانا في عيد الأضحى المبارك إلى غير ذلك. ثم كان أمر مهم جدا وهو قبل اغتنام فرصة قبل نهاية الموسم الدراسي، كانت هناك حمليات تحسيسية على مستوى المؤسسات التعليمية ممثلة في المتوسطات والثانويات والمعاهد ومراكز الثقافية ودور الشباب، من أجل غرس ثقافة وقائية عند المجتمع المدني بكيفية أو في كيفية الحفاظ على هذه الموروث الغابي اللي رانا نتنفسوا منه جميعا. ربما من خلال الصور اللي شاهدناها السنة الماضية شفنا العديد من الحيوانات التي ربما كانت في طريق الانقراض وبسبب الحرائق ربما هجرت من منطقة إلى منطقة أو ربما احترقت. شفنا العديد من الخسائر على مستوى الاسطبلات، شفنا حتى الخسائر في الأرواح من أفراد الجيش الوطني الشعبي، من الحماية المدنية، من المواطنين. وولاية فندية سيادة الملازم، نعم، شهدت العديد من الحرائق، نعم، السنة الفارطة، ولهذا هذه السنة هناك استراتيجية أكيد مسطرة لحماية ومكافحة حرائق، نعم، الغابات. في هذا الشأن باعتبار ولاية فندية ولاية غابية، ولاية فلاحية، ولاية زراعية باعتبارها أنها تتربع على مساحة كبيرة من الغابات، سيد والي الولاية المحترم سيد جهيد موس رفقة اللجنة الأمنية والمجلس التنفيذي للولاية وضعوا برنامج محكم في هذا الشأن، بحيث تم تقسيم مساحة المدية إلى 6 مناطق وسميت بالأقطاب الوقائية لمواجهة خطر حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية. هذا القطب الوقائي يتكون من المصالح الأمنية ممثلة في الأمن الوطني والدرك الوطني بتعدادها المادي والبشري، الحماية المدنية، الجماعات المنتخبة، وكذلك هيئات المجتمع المدني ومحافظة الغابات، بحيث كل قطب يحتوي على 6 إلى 8 إلى 10 بلديات، وكل الإمكانيات المادية والبشرية الموجودة في هذه البلديات هي مسخرة في هذا القطب تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية المدية باعتباره المستشار للسيد والي الولاية في خطر الكوارث. وكل يوم كل يوم صباحا يتم تحيين التعداد المادي والبشري، كاين وثيقة عبارة عن كانفا، كل يوم رؤساء الأقطاب من مختلف دوائر الولاية يرسلوا عن طريق الفاكس أو عن طريق الانترنت هذه الكانفا للقطب الرئيسي اللي موجود بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية، من خلاله نشوف ما هي ربما الأعطاب اللي موجودة في التعداد المادي لي كاميون اللي راهم اونبان في منطقه تابلات مثلا، البيرسونيل اليوم اللي راهو ابسون ولا اللي راهو مالادي ولا اللي خرج كونجي الى غير ذلك. وان كان السيد والي الولايه رفقه السلطات الامنيه وكل فعاليات الجهاز الدوله منعت العطل الاستثنائيه والعطل السنويه الا للحالات القصوى اللي يوافق عليها السيد والي الولايه. جيد، سياده الملازم، بعد تقريبا 2 شهر من تفعيل هذا المخطط، ما هي الحصيله المسجله على مستوى ولايه المديه؟ والله الحمد لله نقول أنه مقارنة مع السنة الماضية بفضل هذه الاستراتيجية المنتهجة من قبل اللجنة الأمنية وعلى رأس السيد ولي الولاية تم التحكم في كل الحرائق التي ربما كانت راح تنشب أو راح تنطلق هذه الحرائق، بحيث على المستوى الوطني سجلنا في فترة العيد 48 ساعة اللي كانت فيها عبارة عن عطلة استثنائية سجلنا تقريبا 91 حريق على مستوى ولاية الوطن. على مستوى ولاية المدية ما سجلناش حرائق غابات وما سجلناش محاصيل زراعية، سجلنا ما يسمى بفو دو بروساي، الفلاح لما يحصد يخلي هذيك التبن هذاك اللي يبقى ولا بقايا القمح القائم، ربما بسلوك او باخر، ربما سيجاره، ربما اشعه الشمس عكست على الزجاجه الى غير ذلك، كانت هناك بعض الحرائق هنا وهناك لكن ليس بالمساحه الكبيره، لا يمكن ربما حسابها بالارات او بالهكتارات، وكذلك لم تسجل لنا خسائر في الاشجار المثمره متمثله في الكروم واشجار اللوز والصفرجل الى غير ذلك. الحمد لله هذه الاستراتيجيه جعلت من سكان المديه يتفاعلون مع هذا البرنامج، حتى فعاليه المجتمع المدني ممثله في الجمعيات المهيكله كالكشافه، الهلال الاحمر الى غير ذلك، راهي منطويه تحت هذا البرنامج المتمثل في الاقطاب الوقائيه لخطر حرائق الغابات، وهذا الشيء يخلينا يكون كاينه لحمه بين مؤسسات الدوله ممثله في الحمايه المدنيه ومحافظه الغابات والجماعات المنتخبه والاسلاك الامنيه وفعاليات المجتمع المدني، لانه احنا نقول في كل مره في التوعيه والتحسيس نقول بدايه الحريق
يمكن أن نخمده بكأس من الماء. في اللحظات الأولى يمكن أنه بكأس من الماء نخمد هذا الحريق، لكن إذا فاتنا الوقت راح ربما نسخروا له حتى طائرة الهليكوبتر أو المروحيات، وراح ربما ما نقدروش نسيطروا عليه ويفوتنا إلى مساحات كبيرة. مفهوم. وفي إطار الإجراءات الاستباقية تم تهيئة المسالك الغابية ووضع نقاط للمياه، حدثنا عن هذه العملية سيادة الملازم على مستوى ولاية المدية. نعم، هو في هذا الخصوص، في هذا الخصوص وبناء على ما تكلمنا عليه سالفا، الحمد لله أنه تم وضع حيز الخدمة إن شاء الله، مهبط خاص بالمروحيات على مستوى بلدية ولاد بوعشرة، وهذا المهبط لاستعماله هو مهبط جهوي يستعمل للطائرات في حالة ما إذا كان هناك حريق على مستوى ولاية المدية أو ولاية تيبازا أو ولاية عين دفلة باعتباره مهبط جهوي. كذلك تم تحيين ما يسمى بالمسالك التي تسهل دخول الآليات الميكانيكية إلى الغابات، لأنه مع فصل الربيع إلى غير ذلك ربما تنبت أشجار، تنبت نباتات، تصعب مهمة رجال الحماية المدنية، خاصة الآلات الميكانيكية أو الآليات الميكانيكية اللي تدخل إلى إخماد الحرائق. فهذه من مهمة الجماعات المنتخبة، الجماعات المحلية، وكذلك من مهام محافظة الغابات اللي تقوم في كل مرة بتحيين المسالك وتوسيعها، لأنه كان بعض الآليات اللي نحن نشوفوا المسلك لكن ما يساعدناش باش تدخل، مثلا كاميون سيترن نتاعنا هذاك تاع 12 ميل ولا 6 ميل، او ما يساعدوش باش يدخل المكان الحريق، وحتى اذا دخل المكان الحريق لابد له من تكون له مساحه باش يقدر يقوم بعمليه الدوران والخروج اذا كانت هناك حرائق كبرى. بالنسبه لنقاط المياه كذلك هي من مهام الجهات المخول لها، مثلا في الجماعات المنتخبه ومحافظه الغابات اللي في كل مره تحين لنا نقاط المياه حتى تسهل لنا مهمه اخذ المياه من العناصر الاساسيه باش نخمد الحريق. قلت والمهم والمكسب الجديد اللي سجلناه هذه السنه وهو المهبط التي تم تشييده من طرف الاشغال العموميه بامر من السيد والي الولايه، طبعا تحت تعليمات السيد معالي وزير الداخليه والجماعات المحليه بناء على الارقام الاحصائيه اللي سجلناها السنه الماضيه. راهو الان عندنا مهبط للطائرات على مستوى بلديه ولاد بوعشره بدائره سي المحجوب، وهذا المهبط هو مهبط جهوي للطائرات، لا يستعمل لولايه المديه فقط وانما يستعمل حتى للولايات المجاوره من اجل اخذ المياه من مكانها وتوزيعها على نقاط النار. جيد، نذكر فقط سيادة الملازم بالرقم الأخضر الموضوع تحت تصرف المواطنين. أكيد، إذا تكلمنا على خط النجدة أو رقم النجدة هو 14 معروف عند كامل الناس، إذا تكلمنا على الرقم الأخضر هو 1021، يقدر الإنسان من داره بالبورتابل ديالو ولا بالتليفون فيكس يتواصل مع رجال الحماية المدنية الأقرب اللي راهم موجودين قدام داره. هذه السنة تم تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات التي يترأسها السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ما هي أهميتها سيادة الملازم كريم بالفحصي؟ والله إذا تكلمنا على اللجنة الوطنية اللي يترأسها السيد معالي الوزير، نتكلم على اللجان الولائية اللي يترأسها السيد الأمين العام للولاية، طبعا ممثل شخصي للسيد والي الولاية. هذه اللجان في الحقيقة لها دور كبير ومهمة كبيرة باعتبار قلت التجربة تاع السنة الماضية، وشفنا في ولاية خنشلة، وشفنا في ولاية سطيف، في ولاية بجاية، في ولاية تيزي وزو، خلات ربما الجهات العليا في البلاد أو السلطات العليا في البلاد تتحرك من أجل التشكيل، احنا نسميوها التشكيل الامني. هذه اللجنه الوطنيه عباره عن تشكيل امني يقدم تضم عده قطاعات ويقدم ويقرر براسيم ومقررات وتعليمات تنزل الى ولايه الوطن، ومن خلال هذه اللجنه الوطنيه يمكن التحكم في هذه السنه النهب بمثابه خليه يقظه. نعم، عباره عن خليه يقظه، هي عباره عن الراس المفكر على المستوى الوطني، قلت ينزل الى ولايه الوطن ثم تنفذ التعليمات التي تقدمها هذه اللجنه الوطنيه طبعا تحت رئاسه السيد معالي وزير الفلاحه. طيب، ايضا هناك تعليمات بانشاء دوريات مراقبه على مدار 24 ساعه، كنتم تكلمتم قبل قليل عن هذه التعليمه التي اصبحت الان مطبقه ويوميا ايضا. اكيد، الجهات الامنيه المخول لها قانونا بالقيام بعمليه الدوريات خاصة ممثلة في مصالح الدرك الوطني ومحافظة الغابات، ما يخفالكش أنه إلى جانب هذه العمليات الأمنية هناك دور تقوم به مصالح الحماية المدنية وهو الدوريات الاستطلاعية اللي يقوموا بها زملائنا بناء على الأرتال المتنقلة على مدار 24 ساعة. على مدار 24 ساعة يقوموا بدوريات، كل رتل متنقل أو كل منطقة أو كل قطب وقائي يقوم بدوريات استطلاعية رفقة مصالح الدرك الوطني والجهات الأمنية، حتى أولا نرافق المواطنين، وثانيا حتى يخلي المواطن ربما اللي راه في باله يقوم بعملية إشعال المواقد من أجل الطبخ أو الشواء لما يشوف هذا التشكيل الأمني والجهاز الأمني فيتراجع عن هذه التصرفات، وكذلك نكون قراب من موقع الخطر، لا قدر الله إذا كان نشوب حريق
في اللحظات الأولى تكون الأجهزة الأمنية والحماية المدنية حاضرة في عين المكان من أجل السيطرة عليه. وكل هذا التنسيق مع عدة قطاعات والمصالح، الحماية المدنية، الدرك الوطني والأمن الوطني أيضا، نعم، ومحافظة الغابات. تم أيضا إشراك السكان المحليين، نعم، في عملية الوقاية والتدخل خاصة. نعم، هو قلنا لما في بداية الكلام قلنا أنه هذا التشكيل الأمني والحماية المدنية ومحافظة الغابات وكذلك فعالية المجتمع المدني ممثلة في الكشافة الإسلامية أو الهلال الأحمر أو مختلف جمعيات ناس الخير، جزائر الخير، كل الجمعيات، حتى السكان اللي يسكنوا على حافة المجمعات الغابية راهم مندمجين أو تحت لواء هذه اللجان الولائية أو هذه الأقطاب التي تجابه من خلالها نجابه حرائق الغابات. ومؤهلين أيضا سيادة الملازم للتدخل، أعتقد أنه تم هناك تكوينهم. أكيد، وهذه السنة الحماية المدنية ترفع شعار والمسعفين المتطوعين. كاين شعار والمسعفين المتطوعين بمعنى في إدارة الكوارث والأزمات، إذا هنا راه عندهم دور كبير. احنا يوم أمس فقط نشوف كان هناك عن ما يسمى بالرسكالة على مستوى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، تم استدعائهم من مختلف بلدية الولاية، لأنه احنا ما يخفلكش الآن على مستوى ولايتنا قمنا بتكوين أزيد من 3500 مسعف متطوع جواري للحماية المدنية. هذا الرقم قيسيه على مستوى ولاية الوطن، كل ولاية الوطن قامت بهذا الإجراء. إذا بما أنه هذه السنة الحماية المدنية أو الهيئة الدولية للدفاع المدني والحماية المدنية تعتمد على المسعفين المتطوعين في إدارة الأزمات والكوارث، قلت تم استدعائهم من طرف سيادة المدير وإعطائهم توجيهات وتعليمات في كيفية التدخل، ما هي الأدوار المناطة لهم، ما هو المطلوب منهم في هذه العمليات في إدارة الأزمات والكوارث لا سيما خطر حريق الغابات. احنا ما يخفالكش انه هذه السنة ربما من خلال الصور اللي سجلناها هنا في ولاية الوطن رانا الآن رانا فاقدين ثلاثة من عناصر نقدر نقول من ركائز الدولة، اللي هما اثنين من أفراد الجيش الوطني الشعبي ورجل من الحماية المدنية بسبب الحرائق التي نشبت في ولاية الصطيف. إذا احنا نتمنى إن شاء الله كل فعالية المجتمع المدني، كل مؤسسة الدولة تكون على يقظة، وهذا طبعا تحت تعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكل الجهاز الحكومة اللي أعطى كل ما يملك من قوة من خطط من برامج من أفكار من استراتيجيات وتوزيعها كلا حسب قطاعه واختصاصه من أجل الحفاظ على هذه الثروة الغابية، الثروة اللي نقدر نقول ربما العام اللي فات تقريبا فقدناها ربما بسبب أو بآخر أو بتصرفات سلبية اللي فقدنا فيها العديد من الأشجار، العديد من المساحات، المحاصيل الزراعية، الحيوانات الأليفة والحيوانات البرية. فنتمنى هذه الصور لا تسجل هذه السنة باعتبار أنه هذه السنة كاينة لجنة وطنية، كاينة استراتيجية وطنية، كل واحد راه يخدم في مجاله في اختصاصه، نبقى على يقظة إلى غاية نهاية فصل الصيف. وكذلك نمر الآن إلى شق آخر سيادة الملازم، وهو المخطط وحملات التوعية والتحسيس للحد من مخاطر السباحة في البركة والمسطحات المائية. أبدأ معكم، هل سجلت ولاية المدية حوادث من هذا النوع؟ والله نقدر نقول الحمد لله هذه السنة ربما الأرقام تبشر بالخير مقارنة مع السنة الماضية، لكن لابد الأكثر من الحزم والأكثر في تضافر جهود الجميع، لأنه أنا في كل مرة نجوز في البلاطوهات ولا في الإذاعة المحلية ولا نقول هذه السنة تختلف عن سابقتها، لأنه السنوات الماضية السنتين الماضيتين كانت إجراءات الحجر الجزئي والكلي بسبب وباء كورونا، بمعنى كانت هناك مكابح كاينين دي فران اللي ما يخليوش الشباب والعائلات يتنقلوا لهذه المناطق. هذا العام الحمد لله ربي رفع علينا الوباء، اذا راهي حركه المواطن عاديه، يقدر يقعد 24 ساعه هو يتنقل من هنا ما حتى حد تحبسه، وبالتالي احنا نتخوفوا من الولايات الداخليه الشباب نتاعنا والقصر يتنقلوا الى نقاط الموت، احنا نسميوها نقاط الموت، لانه السباحه في البرك والمجمعات المائيه تختلف اختلاف كبير على السباحه في البحر، باعتبار شاطئ البحر او المياه البحر هي مياه تخضع الى تيارات هوائيه، هذيك اللي نقولوا عليها بالعاميه الموجه، فهذه المياه مالحه ما فيهاش امراض ما فيهاش اوبئه، باعتبار انه هذه السنه كان مخطط ازرق تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة، في كل ولاية الوطن كان ما يسمى بمديرية الشباب والرياضة، راهم قائمين. أنا نقول على ولاية المدية راني نشوف أنه كاين مرافقة، كاين سباحين، كاين مربي شباب راهم يرافقوا الشباب من دور الشباب من كل بلدية الولاية، يديهم إلى شاطئ البحر سواء بومرداس ولا تيبازا ولا غير ذلك، يقوموا بالسباحة اليوم كامل ويعاودوا يرجعوهم وهكذا دوريك إلى غاية نهاية فصل الصيف. إذا ما هي الدواعي اللي تخلي شبابنا والقصر نتاعنا يروحوا إلى السدود
ويروحوا الى البيرك. مياه السد هي مياه راكده باعتبارها انها فيها مياه ملوثه، فيها بقايا الخردوات، فيها بقايا الاشجار، فيها بقايا المواد المصنعه اللي ترميها المؤسسات الصناعيه خفيه، ترميها في هذا القاع نتاعها. فالشاب نتاعنا بمجرد انه يروح لهذا البركه بغرض الاستجمام، ربما الاطراف السفليه نتاعو يمس هذاك عرف تاع شجره برك، هو يخاف يتبانيكا، يشرب قطره تاع مغيرفه تاع القهوه تكفيه بيشرق. الغارق لا عند ما عندوش علاقه بانه يشرب كميه كبيره من الماء، مغير فتاة القهوة تكفيه باش يغرق، لأنه هو يتبانيكا، يصرى له ارتباك، ما يقدرش يتحكم في نفسه، يولي يحوس يهرب من هذاك المكان. ثم يوقف، غير يوقف كاين أوحال، الأوحال تبدا تمتص في الأرجل نتاعه أو الأطراف السفلية، وهنا يوقع ما يسمى بالغارق. كذلك نشوفوا شبابنا في بعض المناطق يروح يعوم في هذا النقاط الموت ويعوم باللباس تاعه. نشوفوه بدي باردور وربما أكرمك الله سروال ولا سيرفيت ما ولا ويدخل، هذه كي تتشمخها ويزيد يثقال وبالتالي راح تمتصوا هذه الأوحال، وهنا تكفيه ثلاث دقائق باش يغرق، يبدا يتبانيكا ويبدا يدير في حركات محاولة إجلاء نفسه ولا يستطيع. هذا من جهة. من جهة ثانية إذا سلك ما غرقش لا قدر الله، راه معرض للأوبئة، هذا الماء هذا الملوث راح يدير له أمراض العيون، ربما كنا معنا أطباء يشرحوا هذا الموضوع أكثر، يقدر يشرب مغير فتاة ما وما يشرقش، هذاك المياه ملوثة راح تسبب له أمراض على مستوى الجهاز الهضمي. هذا المياه ملوثة بعد اللي يخرج من الماء ممكن أكرمك الله راح تجيه حاجات غريبة على مستوى الطبقة الجلدية تاع الجسم نتاعه. وبالتالي أنا ننصح شبابنا وأطفالنا أنه كاين برامج مؤطرة من طرف مديرية الشباب والرياضة. مخطط الأزرق، نروح ندي ولادي، ما عنديش طوموبيل، أني خدام، ندي ولادي نسجلهم في دار الشباب، يعطيوني الموعد وقتاش يجيوا الصباح، يجيبوا دوزانهم مع يماهم ولا اخوهم الكبير يرافقهم، وكاين مرافقين من مديرية الشباب والرياضه ينقلوهم بالحافله مكيفه، يديهم يقوموا بالسباحه يوم كامل في برنامج مؤطر على مستوى شاطئ البحر، ويعاودوا يرجعوهم عشيه للمنزل تاعهم في ظروف جد صحيه وهادئه. ضيف الى ذلك انا نشوف تعليمات معالي وزير الشباب والرياضه فتحت كل المسابح، مسابح الاولمبيه شبه اولمبيه، المسابح البلديه راهي كلها مفتوحه، وكاين برامج للجمعيات والنوادي اللي راهي تسهر على تنشيط الشباب والاطفال في هذه المسابح، عندهم دي كرينو، عندهم اروقه، وعندهم اوقات مواقيت، يجيبوا المجموعات هذو الشبانيه، قال انتم تعوموا من 9 ل 11 والاخرين يعوموا من 11 ل 1، اذا كاين برنامج مضبوط. فانا ننصح العائلات الكريمه اذا كانوا يسمعونا وعندنا معزه عند المجتمع المدني باعتبار اننا نرافقوا في هذا، يدخل ايضا سياده الملازم في اطار الحملات التوعويه. نعم. والتخصيصيه ايضا اكيد. فاحنا نقول لهم عليكم بالتوجه الى هذا البرامج المؤطره، البرامج الوطنيه اللي راهي تدخل في اطار السياحه الداخليه للبلاد، ونبعدوا على نقاط الموت، وما نروحوش للسدود، وما نروحوش للبرك، وما نروحوش للمجمعات المائيه. عندك 50-50، انا نتكلم ربما بواحد اللغه اللي يفهمها المواطن، قادر تعاود تولي للدار كما قادر ما توليش. كثير من الحالات اللي وقفنا عليهم نصيبوا شباب راحوا بلي فيلو. في هذا السياق مصالح الحماية المدنية تعمل دوريات كل يوم تقريبا، أو كل يوم ليس تقريبا، لمكافحة أخطار السباحة في السدود والمسطحات. والله الحماية المدنية رفقة الدرك الوطني والأمن الوطني وحتى أعوان الأمن والوقاية اللي تابعين للوكالة الوطنية للسدود يقوموا بدوريات، لكن هذا ما يكفيش. المهم الآن من هذا البلاطو اللي راه يشاهد فينا المواطن هي الثقافة الوقائية. كي نحب انا نقتنع بهذيك الحاجه ما نديرهاش، وكي نقتنع باش نديرها كي نحضروا كل 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 مسبح ولا كل مجمع مائي نحطوا له واحد يعسو، ما نقدروش نتحكموا في العمليه، لانه الانسان الاراده نتاعو هي اللي تقضي على السلوكات السلبيه. فانا نتمنى ان شاء الله المواطنين وشبابنا في ولايه الداخليه تكون عندهم اراده قويه ونحافظوا على شبابنا، لانه انا يحضرني الان تتكلم معي الان، وانا يحضرني الان مثال شاب فقدناه في عمر 16 سنه لما خرجت نتائج شهادة التعليم المتوسط من الناجحين بمعدل 13.85، كان سببه الغرق، ولكن ما كانش على مستوى السدود والبرك، كان على مستوى شاطئ البحر. بعد فترة الامتحانات اللي جوزوها تاع البيام تنقل رفقة الزملاء نتاعو إلى غير ذلك، كان الشاطئ كان العالم كان يمنع السباحة، كان بلون برتقالي، هو قام بهذا الإجراء إلا أنه لقي أحد فيه. إذا هذا الشباب نتاعنا بعد 10 سنين يقدر يكون في مكاني، يصبح إطار تاع دولة ويكون في مكانه، يقدر يكون إمام مسجد، يقدر يكون لنا مدير مؤسسة، مدير مدرسة، يقدر يكون صحفي. فنتمنى من شبابنا هذه القوة الضاربة في الجزائر أننا نحافظوا عليها من خلال مرافقة توعية وتحسيس، ويعاونونا العائلات الكريمة، يعاونونا باش يوصلوا الميساج نتاعنا بطريقتهم الخاصة. والبرنامج أيضا يحتاج إلى تنسيق كل القطاعات. نعم. المجندة الآن. نعم. من أجل حماية المواطن.
والله احنا ما عندناش شك في هذا الموضوع، لانه ساده ولات الجمهوريه في كل ولايه الوطن يشتغلوا على المجلس التنفيذي ويعطيوا تعليمات للتنسيق بين كل قطاعات الدولة، سواء الحماية المدنية أو مديرية الشباب والرياضة أو الشؤون الدينية والأوقاف أو القطاع الصحي أو التضامن أو في عائلة المجتمع المدني. كل الناس راهم منسقين في بعضهم من أجل حماية المواطن من الأخطار وحفاظ على الممتلكات والبيئة. كلمة توجهونها من هذا المنبر سيادة الملازم لكل المشاهدين الكرام. أنا في الحقيقة في بداية الحديث ربما ما قلنا لهمش عيدكم مبارك، نقول لهم عيدكم مبارك إن شاء الله من دون أخطار. ربما العائلات الكريمة ما زالت تستحوذ في الثلاجة نتاعها على شوية لحوم، نقول لهم ما تروحوش تشعلوا لنا المواقد في المنتجعات الغابية باش تفاداو حرائق الغابات. إن شاء الله صيف آمن من دون أخطار، سواء في حرائق الغابات ولا حوادث المرور ولا الغرقة، سواء كان في الشواطئ أو على مستوى السدود والبرك والمجمعات المائية. إن شاء الله يكون صيف 2022 من دون أخطار. إن شاء الله يكون صيف 2022 بردا وسلاما إن شاء الله على سكان الجزائر والجزائر. شكرا جزيلا لك سيادة الملازم كريم بالفحصي المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية لولاية المدية. شكرا جزيلا. متواصلون معكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. السنين الويس ذي يوم القيامة غادي يبلان كل شيء رغا في مسيا وسيا ثوري تسود ديا تشان زكزو تشان غيني قورن يمثني ذا هما ذاقيني أثن طال الله يثوار تثوثر الحمد لله يا ربي ذيني صفراحا يما تسبق ورد كثوار ما كاين حتى واحد يقدر يزعزع الشعب الجزائري. تادي وكليم أفوس ليك فوس. إلى الحدث الآن، حيث يتم اليوم 15 من جويليا فتح 9 معابر حدودية بين الجزائر وتونس للمسافرين والسيارات الخاصة تطبيقا للقرار المشترك لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيد. يذكر أن الحدود الجزائرية التونسية لم تغلق كلية أثناء جائحة كورونا، بل استمرت الحركة التجارية وحركة تنقل المقيمين بين البلدين. وللوقوف على مجريات العملية ينضم إلينا مباشرة من المعبر الحدودي طالب العربي بولاية واد سوف محمد سنوسي عياض.
صباح الخير محمد. ضعنا في صورة الحدث الخاص بإعادة فتح الحدود بين الجزائر وتونس أمام المسافرين والسيارات الخاصة. إذن صباح الخير أسماء، صباح الخير مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم وأهلا بكم إلى هذا المباشر من هنا من المعبر الحدودي الطالب العربي بولاية الوادي، حيث ننقل لكم عملية فتح الحدود لتنقل المسافرين بين الضفتين الجزائرية والتونسية. إذن حدود مغلقة لمدة عامين فرضتها الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة الجزائرية بداعي وباء كورونا. وللاستفسار أكثر أيضا حول الظروف أو التنظيم الأمور التنظيمية واللوجستية هنا بالمعبر الحدودي، يسعدني أن أستقبل السيد عز الدين وهو عميد شرطة ورئيس فرقة شرطة الحدود البرية بطالب العربي ولاية الوادي، لنسأله حول انطلاق عملية تنقل المسافرين وحول الإجراءات التي اتخذتها الشرطة لإنجاح هذه العملية. مرحبا بكم سيد العميد، وماذا تقولون في هذه العملية، عملية فتح الحدود بين الجزائر وتونس؟ تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد المتمثلة في إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر والشقيقة تونس، فإن مصالحنا بشرطة الحدود البرية الطالب العربي اتخذ وتنفيذ لتعليمات القيادة المتمثلة في المديرية العامة للأمن الوطني، قمنا بتوفير جميع الوسائل المادية والبشرية والتقنية من أجل تسهيل عبور المسافرين في أريحية وبسلاسة تامة. شكرا سيد العميد. إذن الحركة إلى حد الساعة التي نتواجد فيها الآن حركة عادية لتنقل المسافرين بين الضفتين، الضفة التونسية أو الضفة الجزائرية. هذه هي أجواء فتح الحدود بين الجزائر وتونس. سنوفيكم إن شاء الله بمراسلات أخرى إن شاء الله. عودة إليكم الزملاء في العاصمة. شكرا جزيلا لك زميل محمد سنوسي أعياد، كنت معنا مباشرة من المعبر الحدودي طالب العربي بولاية وادي سوف، وتغطيتنا مستمرة لعملية فتح المعابر الحدودية التسعة بين الجزائر وتونس. متواصلون معكم مشاهدينا بعد هذا الفيديو. تزامنا وستينية الاستقلال، ينظم التلفزيون الجزائري يوما مفتوحا حول قطاع السياحة والصناعة التقليدية، وذلك هذا السبت ابتداء من الساعة 8 صباحا على القناة الإخبارية. قطاع السياحة والصناعة التقليدية، قدرات بلا حدود.
متواصلون معكم مشاهدينا إلى غاية تمام 11 صباحا. المحطة الموالية ستكون الملف الاقتصادي، والذي سنتناول فيه القيمة الاقتصادية لاسترجاع جلود الأضاحي وإعادة استغلالها ومساهمة هذه العملية في تقليص فاتورة الاستيراد. ولمزيد من التفاصيل يحضر معنا في الاستوديو أستاذ الاقتصاد الدكتور كمال خفاش. أرحب بكم، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا. السلام عليكم ومشاهدينا الكرام، بكم السلام عليكم وجمعة مباركة للجميع. جمعة مباركة وطيبة. دكتور كمال خفاش، قبل الحديث عن موضوعنا لنهار اليوم، الأهمية الاقتصادية لاسترجاع جلود الأضاحي، اليوم الحدث هو بين الجزائر وتونس وإعادة فتح المعابر الحدودية. نتحدث هنا دكتور كمال خفاش عن الأهمية الاقتصادية لإعادة الحركة بين الجزائر وتونس. نعم، بعد أن جاءت جائحة كورونا اللي سببت لي غلق الحدود مع البلدان المجاورة وخاصة مع تونس، وتونس مع الجزائر بلدين شقيقين، اللي هناك يعني تحولات من الأشخاص خاصة الزوار والسواح ومن كل الطرفين، وكذلك أنا ما ننساوش أن هناك ثاني الشاحنات لنقل البضائع. يعني الحركة التجارية دكتور كمال خفاش لم تتوقف بين الجزائر وتونس خلال جائحة كورونا. نعم، لكن في بعد فتح هذه الحدود ممكن أن تدفع يعني نشاط أكثر، لأن يعني متعاملين اقتصاديين جزائريين وتونس فيما يخص تبادل تجاري. ذكروا أن هناك عقد استثنائي بين الجزائر وتونس فيما يخص التبادل التجاري، لهذا بلاد الجزائر عندها يعني حظ باش يعني تستغل هذه الفرصة لتصدير بعض السلع اللي ممكن نقول ممكن تنافس السوق التونسي. نعرف ان كذلك تونس يعني عندها قدرات، لكن ثاني مؤسسات اقتصاديه جزائريه ثاني ممكن ان تستفيد، خاصه مع الاجراءات الجديده لتسهيل حركه تنقل المسافرين والسيارات الخاصه ايضا. نعم، لان هذا نقل السيارات والشاحنات يعني عبر الحدود يسهل يعني التحرك الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وكذلك حتى فيما يخص يعني هذا استغلال هذه الفرصه ممكن ان يعطي يعني دفع جديد لحركه، لان ثاني ما نعرف ان تونس ثاني عندها علاقه مع البلدان المجاوره اخرى كما مثلا ليبيا، لان عندها علاقه تجاريه يعني ضخمه، والجزائر مع الشقيق الليبي ثاني ممكن عبر تونس ان يكون يعني تبادل تجاري معتبر، خاصه لان نعرف ان الحاله الوضعيه يعني عدم الاستقرار في ليبيا يعني ما تسهلش يعني الفرصة للجزائريين اللي ممكن الدخول لا يعني الأرض الليبي، لكن ما عبر تونس ممكن أن يعني هدف آخر، يعني هناك تبادل تجاري مع تونس، ولكن ننساوش يعني ممكن أن تكون استراتيجية للمؤسسات أن يدخلوا للسوق أسواق ليبيا عبر الأسواق التونسية. جيد، نمر الآن دكتور كمال خفاش إلى انطلاق الحملة الوطنية لجلود جمع الأضاحي التي لها أبعاد اقتصادية وأخرى بيئية. سأناقش معكم اليوم الأبعاد الاقتصادية لهذه الحملة. نعم، أبعاد اقتصادية لهذه الحملة في 2022 لجمع جلود الأضاحي، ممكن نذكر ان هذه الحمله بدات في
98 97 98 لكن كل بعد في 2020 مع جائحة كورونا ما يعني الأضاحي ما كانش، ولذلك يعني هذه الحملة كانت يعني حبست. وفي في 2020 و21 هناك يعني هناك يعني حملة في حتى في السنة الماضية، لكن حملة السنة الماضية جاءت مع يعني بعد جائحة كورونا ما كانتش يعني الحملة التحسيسية، وحتى العائلات وال يعني اللي يعني الذبح يعني الأضاحي ما كانش يعني ثقافة يعني جمع هذا، وخاصة الاستحفاظ عليها لأن جمعها ثاني كان يعني شروط مرحلة شروط نعم لازم تحافظ عليها، لأن إلى في يعني عمليات يعني يعني نحل الجلود إلى ما كانش يعني طريق ما درش بطريقة يعني صحيحة ممكن أن هذاك الجلود يعني ما يصلحوش يعني الاسترجاع يعني مثمن، باش يكون استرجاع يعني الحقيقي مثمن لهذا الجلود لازم تكون طريقة كيف يعني تنحل الجلد من يعني الجسم تاع الحيوانات. وهذا الحملة السنة في سنة 2022 كانت يعني حملة معتبرة، ووزارة الصناعة قامت يعني ببرنامج يعني حتى تحسيسي حتى بعد يعني تواصل حتى تواصل اجتماعي يعني كذلك استعمال قنوات كما راديو تلفزيون وحتى الصحف. وهذه الحملات أدت إلى يعني تحسين يعني هذا جمع يعني الجلود هي كمية كبيرة مقارنة مع السنوات الماضية. هذا الجلود يعني البعد الاقتصادي ممكن نقولوا كان أهداف يعني يعني ممكن نقولوا أولا نعرف أن بعض يعني منتوجات المستخدمة من الجلد حتى يعني ما كانش غير الجلد كان الصوف ثاني مستوردة من الخارج بالعملة الصعبة. استرجاع هذا الجلود يعني عندها ممكن نقول فوائد كبيرة فائدة فيما يخص تقليص الفاتورة استيراد بعض المنتوجات اللي يستعملوا فيها الجلد والصوف، وكذلك يعني مصانع اللي يستعملوا هذه المواد ممكن أن يكون عندهم ثاني دفع جديد لخلق ثروة، وخاصة ثاني خلق مناصب شغل مباشرة ومناصب شغل غير مباشرة أيضا. مفهوم. نتحدث الآن دكتور عن أهمية استغلال إمكانيات الثروة الحيوانية وفي ترقية شعبة الجلود في الجزائر. نعم الترقية لازم تكون نظرة بعيدة عن النظرة يعني من طرف يعني السلطات يعني العمومية، وثاني باش يكون يعني ثاني كيف نحسوا يعني متعاملين اقتصاديين في هالمجال، ولازم يكون ثاني خلق انشاء مصانع ولا مؤسسات خاصة بجمع الجلود، وجمع الجلود ليس فقط في يعني في اعياد لكن كل سنة كاين مناسبات كاين ممكن نقولوا حتى الاستهلاك اليومي لان نعرفوا ان هناك مذابح يعني شرعيه ممكن هذوك الجلود مؤقته، هذوك الجلود كان يعني المؤسسات والمصانع اللي يستعملوا هذا يعني تحويل هذا الجلود عندهم علاقه تجاريه مع هذه المذابح ويسترجعوا هذا، لكن ممكن يقولوا ان اغلبيه تاع الجلود ما كانوش يسترجعوا لان هناك ثاني مذابح غير شرعيه، وهناك ثاني بعض الاشخاص ولا حتى في المناسبات ان يذبحوا في اماكن طبيعيه، وهذوك الجلود ممكن يقولوا ان مرميه في المذابح، وهي يعني خساره كبيره يعني الاقتصاد وخسارات يعني للمؤسسات اللي ينشطوا في هذا المجال.
وضع استراتيجية يعني كيف نثمنوا هذا يعني القطاع يعني القطاع الجلود، ممكن أن تكون يعني تنسيق بين القطاعات، القطاع الفلاحي للقطاع الفلاحي وكذلك قطاع مع قطاع الصناعي وكذلك مع قطاعات أخرى، مثلا حتى فيما يخص الأعياد العيد الأضحى هناك ثاني وزارة الشؤون الدينية مع الأئمة مع يعني بتنسيق مع الأئمة، ممكن أن يكونوا ثاني يدردوا دوريات تحسيسية حتى يعني فيما يخص استعمال خاصة الطرق يعني الحديثة ليكون تثمين يعني الاوبتيميزاسيون هذا كاع اي حيوان يعني يذبح لازم الصوف والجلد. سنعود الى كل هذه النقاط وتفاصيلها دكتور كمال خفاش، ابقى معنا، نعود بعد الفاصل. ذكرى 60 لعيد الاستقلال والشباب، القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري أعدت مجموعة من الأعمال الوثائقية والروبورتاجات المطولة لإبراز أهم الإنجازات في عديد القطاعات السيادية في الجزائر، إبراز مدى تطورها وتقدمها عبر السنوات. الجزائر إن شاء الله تكون منها حرة مستقلة. كل هذه الإنجازات تعرض عليكم يوميا من خلال هذه الأعمال على شاشة القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري الذي يواكب أفراح الجزائر. التلفزيون الجزائري، صورة الجزائر.
أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من عمر هذا البرنامج، متواصلون معكم إلى غاية تمام 11 صباحا. إذن مشاهدينا نواصل تغطيتنا للحدث المتعلق بإعادة فتح المعابر الحدودية بين الجزائر وتونس. هذه المرة ننتقل مباشرة مع الزميلة ابتسام بجاوي إلى المعبر الحدودي الحدادة بسوق هراس. صباح الخير ابتسام، صفي لنا الأجواء والحركة من هناك بعد عودة وفتح المعبر الحدودي الحدادة بسوق هراس للمسافرين والسيارات الخاصة. صباحكم سعيد من المركز من المعبر الحدودي الحدادة بولاية سوق هراس، حيث بدأت الحركة منذ الساعات الأولى لفتحه أمام حركة المواطنين من وإلى الجزائر عبر هذا المعبر الحدودي، وذلك كان ممكنا بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى ولاية سوق هراس الحدودية لتسهيل عبور الأشخاص من وإلى الجزائر عبر هذا المعبر الحدودي. إجراءات نحاول التكلم عنها والخوض فيها مع المسؤول الأول عن الولاية السيد بو زقزل والناس ولي ولاية سوق هراس. صباح الخير سيدي. صباح الخير سيدتي، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. طبعا كما تفضلت لي ونحن في الموعد هو الموعد لي كما نقول افتتاح الحدود أو إعادة افتتاح الحدود من أشقائنا من الجمهورية التونسية، وراني رفقة كل المصالح الأمنية، اللجنة الأمنية وكل إطارات الولاية المعنيين بهذه العملية، وهذا في الحقيقة للوقوف، لأن العملية كما قلت منذ الوهلة الأولى منذ الإعلان من طرف سادة رؤساء البلدين وتعليمات السيد وزير الداخلية، رانا في تنقل يومي لهذا المعابر، وخاصة اليوم هذا المعبر معبر تاريخي يربطنا مع الجمهورية التونسية لبعض أمطار من ساقط سيدي يوسف، وهذه طبعا ليست المرة الأولى اللي نتكلم نتنقل إلى المكان، لأن اليوم نقول هذه آت فتح الحدود هي آتها للحادثة الطبيعية، أن الحدود لم تغلق وكانت دائما الحركة خاصة فيما يخص السلع أو بعض الحالات. الحمد لله اليوم راك تشوفي الحالة في انسيابية منذ الساعة الأولى كما نقول صباحا، وانطلقت العملية في ظروف عادية بعد سلسلة من اللقاءات مع كل المصالح وكما نقول المعنيين مباشرة لإعادة تهيئة أول حاجة المعبر وإعادة تدعيم تاعو من جديد، لأن سبق هذا المعبر كما نقولوا كان في وضعية ممكن فيها بعض النقائص. الحمد لله اليوم بعد عملية تهيئة أعطى وجه آخر لاستيعاب عدد هائل من المسافرين من طرفين سواء من الجزائريين أو من الأشقان التونسيين، والعملية تزال متواصلة وكل الظروف راهي مهيئة. أول شيء الإجراء الأول لتخفيف هذا الإطار هو لتسهيل هذه الحركة، هي بتكون في انسيابية وفي ظروف عادية، وإخراج كما نقول الناس اللي كانوا يتنقلوا القاعات في هذه بوكس كما نقول اكشاك، هذه بها المواطن السيارة تاعو ما ينزلش كما نقول مباشرة، يقدم الوثائق وتكون مراقبة آنية مباشرة يتوجه للجمارك وتسير عادي في ظروف عادية، وهذا لتسهيل هذه الحركية. هذا معنى أن هناك استثمارات تم توجيهها إلى هذا المعبر الحدودي من أجل تسهيل هذه الإجراءات للمواطنين، وانت تكلمت على هذا لي بوكس سيد الوالي أو هذه المكاتب الخارجية اللي تسمح للمواطنين أنهم ما يدخلوش لداخل خاصة إذا كانوا مع العوائل، هذا شيء جديد على مستوى معبر الحدادة الحدودي سيد الوالي. هذا يستعملوا لأول مرة، ونقول لك في كل صراحة في ظرف قصير في ظرف هذا الأسبوع فقط تمت هذه الإجراءات، وين اليوم في هذه البوكس هذو فيها كل التسهيلات، المواطنين لما يجوا بالسيارات تاعهم بالأهل تاعهم ما يخرجوش العائلة والولاد وينتظروا هذاك الوقت، راهي مباشرة الحركة تمشي سواء بالنسبة لشرطة الحدود سواء بالنسبة للجمارك، في ضيف إلى ذلك فيها حتى بعض كما نقولوا الإجراءات الحجز من قبل خاصة بالنسبة للجمارك، لأن فيها بعض الشروط اليوم كما نقولوا تسهيلات كاملة باه المواطن يكون في أريحية تامة. ضيف إلى ذلك ما ننساش الولاية تاعنا اليوم فيها طريق مزدوج ليربط ولايه سوق هراس مع الجمهوريه التونسيه لتسهيل هذه الحركه، كذلك ان كل المصالح الامنيه كل المصالح تاع الجماعات المحليه راهي سهره من اجل الراحه تاع المسافرين تاعنا سواء اللي جاوا من ولايه الوطن، ونقول احنا كل نرحبوا بهم، لان ولايه سوق هراس بكل الشروط وكل الظروف الملائمه بتكون في احسن ظروف، سواء الوافدين من اشقنا من الجمهوريه التونسيه اللي هما الاخرين وفرنا كل الشروط في هذا الجانب. هذا ضيف إلى ذلك فيها بعض المراكز كما مركز صحي
راه موجود في المكان، عنده مهمتين، المهمة الأولى طبعا رقابة للشروط الصحية، مهمة أخرى كش ما يكون تدخلات ولا كش إسعافات، كذلك الحماية المدنية. دوك نطمئن أنا نقول مرة أخرى باللي ولاية سوق راس راهي أتم الاستعداد وراهي جاهزة بكل مصالح تاعها بكل مديرية تاعها من أجل هذا الحادث اللي يربطنا من أشقائنا من الجمهورية التونسية. وهذا الفتح راح يدوم، يعني التوافد على هذا المركز الحدودي راح يكون يعني بصفة مركزة وكبيرة خلال عطلة صيفية بالنسبة للمواطنين الجزائريين وحتى بالنسبة للإخوان من تونس الشقيقة. نعرف احنا هذا المعبر كما قلت لك هو معبر تاريخي وفيه حتى علاقات عائلية تربط هنا بخاصة من الإخوة بالحداد ومن الجمهورية التونسية. نقول هذا الفترة تاع الذروة اللي تكون الناس في عطل والناس راهي تنتظر في البكالوريا اللي مادي ان شاء الله نتمنى لهم النجاح والتوفيق، اكيد تكون اعداد مرتفعه جدا، وخذينا كل احتياطات تاعنا من اجل الراحه تاع المواطنين من كل الظروف، لان هذه الفتره كما نقولوا نعرف العطل الصيفيه هذه تكون هذه العلاقات من الطرفين سواء من الجمهوريه التونسيه او من كما نقولوا الجزائريين. دوك رانا ساهرين 24 ساعه على 24 ساعه فيه لجنه متابعه، اللجنة تكون من جميع المصالح من جميع المديريات انها راهي تتنقل تلقائيا، لان ما فيش معبر واحد، عندنا معبرين في ولايه سوق هراس، عندنا معبر هذا طبعا الحداده، وعندنا معبر اخر اللي هو ماهوش بعيد في بلديه ولاد مومن معروفه بمنطقه الفويض، هو الاخر في هذه اللجنه تكون من جميع المصالح اللي تسهر سواء من الجماعات المحليه او من المديريات المعنيه بان كل معالجه كل النقائص فورا. يعني ما كانش مواطن راح نقول يجي للمراكز هذه او الولايه تاعنا ان شاء الله ويكون عنده اي مشكل من المشاكل. تدخلت حتى بعض المؤسسات وبعض الهيئات فتحنا لهم كما نقول هنا دي زونتين على مستوى المركز لتسهيل المواطن ما يتنقلش للمدن مرة أخرى بما يضيعش الناس. واحد يجيك للكامل ويمشي أو يومين ويمشي، الناس يجوك من ولايات داخلية يجيك من الغرب الجزائري. دوك خذينا كل احتياطات تاعنا وكل وحتى بالنسبة للتوجيه على مستوى كل المسالك هذه في مشكورين الإخوة الدرك الوطني الأمن الوطني كل مصالح لتوجيه ومساعدة المواطنين في العبور في هذه المسالك اللي تمر على مستوى الولاية تاعنا. شكرا. بالحديث عن عبور المواطنين لهذا المركز الحدودي تحدثنا عن المسالك والطرقات، وهناك أيضا الإجراءات الأمنية المتبعة من طرف الوافدين وعلى هذا المركز الحدودي من وإلى الجزائر التي تم وضعها والتي يتبعها المواطنون في ذلك. وللتحدث أو للحديث عنها معنا عميد الشرطة السيد فواني عبد الغني. سيدي صباح الخير، أعطني معلومات مفيدة على الإجراءات اللي اتخذتوها من أجل تسهيل حركة المواطنين عبر المعبر الحدودي للحدادة. سيدي، تحضير لهذا الحدث لقد سخرت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإمكانيات المادية والبشرية خدمة لراحة المسافر ولنجاح هذا اليوم أو الموعد والتي كنا في الموعد، حيث أن المركز فتح صباح هذا اليوم ودعم بأكشاك للمراقبة، تم تجهيزها بوسائل جد متطورة حتى تتم عملية المراقبة بطريقة سلسة ومرنة وتجعل المواطن يقوم بالإجراءات سواء كانت الشرطية أو الجمركية وهو في سيارته دون النزول أو التنقل إلى القاعة. كما أن هذه الإمكانيات ستساهم في الإسراع أو في القيام بالعملية السلسة والمرنة لعملية العبور المسافرين سواء كان في الدخول أو في الخروج. بالإضافة إلى ذلك لقد دعمت مديرية شرطة الحدود المركز بطاقم أو تشكيل متمرس ومتمكن أمليت عليه تعليمات جد صارمة لحسن الاستقبال والمعاملة والعمل مع المسافر، ويمكنني القول بأن هذه التعليمات تجعل من الشرطي أنه يتعامل بطريقة لبقة وسلسة ليثبت لجميع من يراه بأنه يعمل بطريقة جد متطورة وجد لبقة. شكرا جزيلا. فتح هذا المعبر الحدودي الحداد اليوم أمام المواطنين الجزائريين والتونسيين والذي يدخل في إطار يعني
تقوية العلاقات الوطيدة التي هي موجودة بين البلدين والمواطنين هو خطوة إيجابية في هذا المجال. وعلى مستوى ولاية سقراط كل الإجراءات تم اتخاذها من أجل تسهيل هذا العبور، والكل يتمنى للمواطنين الجزائريين والتونسيين هنا من معبر الحدود لسقراط عبور سلس طيب وإقامة طيبة للجميع في الجزائر وفي تونس. عودة إليكم بالأسود المركزي. شكرا جزيلا الزميلة ابتسام بجاوي، كنت معنا مباشرة من المعبر الحدودي الحدادة بولاية سقراط. إذا وعقب إعادة فتح المعابر الحدودية بين الجزائر وتونس، أدعوكم الآن لمتابعة انطباعات المسافرين والمواطنين من المعبر الحدودي طالب العربي بولاية الوادي. بارك الله، بارك الله فيكم وربي يهنينا ويهنيكم ان شاء الله لجميع المسلمين والمسلمات، وربي يهني التوانس وربي يهني الجزائريين وربي يعطينا بالامن والامان ان شاء الله في بلادنا يا ربي، في البلاد كل، في الوطن كل، وربي يعاونكم انتم وربي يهنيكم ان شاء الله في كل مكان. كمواطن جزائري راه في خير ان شاء الله، في جنه الخير ان شاء الله، ان شاء الله ديما نشوفك الخير المواطن الجزائري كل ان شاء الله. الحمد لله على فتح الحدود، والشعب الجزائري والشعب التونسي راهو شعب واحد دم واحد، وربي يصلح الحال ان شاء الله، ان شاء الله جاي خير ان شاء الله. والله اجراءات روعه ما شاء الله، اجراءات روعه حدوديه، احترام متبادل بين المواطن ورجال الامن، وربي يدوم العشره. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا نواصل الحديث عن الملف الاقتصادي وأهمية استرجاع جلود الأضاحي، أضاحي العيد. نعم، من طرف وزارة الصناعة هذه الحملة التي أطلقتها وزارة الصناعة بالتنسيق مع هيئات عمومية أخرى. أرحب مجددا بالدكتور كمال خفاش أستاذ الاقتصاد، أهلا بك مجددا معنا. أهلا وسهلا. إذن دكتور كمال خفاش، تحدثنا عن أهمية استرجاع الجلود وقيمتها الاقتصادية الكبيرة جدا واستعمالاتها أيضا، إلى جانب غرس ثقافة الاسترجاع في المجتمع دكتور كمال خفاش، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في هذا المجال. العملية تسمح أيضا في خلق فرص عمل، وهنا توقفنا دكتور كمال خفاش. نعم، أشرت إليه سيدة أن باش تكون يعني العملية يعني جد يعني حسنة وتكون يعني قيمة يعني اقتصادية ثانية معتبرة، لازم يكون تكون أولا يعني استراتيجية لتحسيس يعني المواطن، المواطنين كامل التغيير الذهني، لان كل يعني مواطن لازم يكون يعني يحط في 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 الذهن تاعو ان استرجاع كل يعني جلد ولا كل يعني كميات من الجلود ست يعني تؤدي الى يعني حاجه ايجابيه للمواطن بذاته وحتى للبلد. المواطن ولا المواطنين يعني هذا 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 القطاع يعني ممكن ان يعني ان يكون مثمن فيما يخص يعني استعمال هذا الجلود في المنازل، فيما يخص الاثاث، فيما يخص السيارات ثاني التغليف، حتى الصناعات التقليديه دكتور كمال خفاش. وهذا في القطاع الصناعي، وكان ثاني قطاع الصناعه التقليديه. الصناعه التقليديه نعرفوا ان بلادنا يعني شاسع وعنده ثقافه فيما يخص استعمال، نفكروا ان في الماضي يعني اجدادنا كانوا يستعملوا هذا الجلود، ما كانوش يعني يرميهم في الطبيعه اكثر. هذا الجلود كل يعني عائله هذا الجلود يستعملوا فيما يخص يفرشهم في المنازل، يستعملون باش يحط فيهم يعني يولي وعاء تاع الماء وعاء تاع حليب، وكان ثاني حتى يصنعوا احذيه بهم في هذاك. لكن تدريجيا سنه بعد سنه يعني هذه الثقافه كان يعني كانت منسيه من طرف المواطنين، ودرك حان الوقت ان خاصه مع درك
يعني استعمال الوسائل الحديثة فيما يخص كيف نذبحوا، كيف مثلا كيف نحيوا الجلد، كيف نحيوا الجلد، وثاني كيف نحوها لازم يكون نقل تاعها، والنقل لازم يكون بوسائل يعني مخصصه للنقل، وهذا كذلك والتخزين ايضا، والتخزين كل عمليه منذ التذبيح حتى الى استعمال يعني النهائي، هناك كل مراحل ممكن يستعملوا يعني وسائل وحتى طرق يعني استعمال في كل مرحلة تكون يعني بأدوات ووسائل الحديثة. ونحن نتحدث عن الوسائل والطرق، ألا ترون دكتور كمال خفاش أن قطاع الصناعة يملك بنى تحتية مهمة جدا تسمح بالتكفل بهذه الشعبة مع قدرته على معالجة الجلود أيضا؟ نعم، هذا القطاع الاستعمال يعني لإنتاج منتوجات من يعني المادة الجلود وحتى الصوف يعني في السبعينات الثمانينات هنا كان عندنا قطاع عام، كان قطاع خاص كانوا ينشطوا في هذا المجال، لكن بعد التسعينات بعد يعني الدخول الجزائر لاقتصاد السوق هناك يعني حلول الحدود لدخول البضائع من الخارج، وهذا يعني هذا الانفتاح هذا يعني العالم يعني جاي يعني حتمي يعني مش يعني اختيار، مش احنا اختيار، لكن رانا في هذاك الوقت بدات يعني لا مونديالايزاسيون، وهذا يعني التعامل مع كل الدول، يعني كل دول كانوا حلوا يعني الحدود تاعهم للتبادل التجاري، تبادل يعني رابح بين البلدين، لكن انفتاح هذاك الوقت يعني ما كناش يعني متحضرين، حضرنا هذاك الانفتاح لنحمي الاقتصاد الوطني وخاصة نحمي على المؤسسات الصغيرة المتوسطة حتى المؤسسات الكبرى اللي كانوا ينشطوا في هذا المجال. وبعد يعني السنوات الأخيرة يعني بعد خاصة الأزمة 2014 من بعد أن كان انهيار أسعار البترول، وين يعني الاقتصاد الوطني مع يعني كاع واش دخرت البلاد من المدخول من تصدير المحروقات، هذوك الاموال كنا يعني استعملها في حاجيات يعني في الاستثمار العمومي وحتى فيما يخص استيراد بعض المواد وحتى السلعه اللي نحتاجها. لكن في هذه السنوات يعني الأخيرة هناك أخذ عين اعتبار أن هذا القطاع لازم يولي يعني المكانة تاعه، ولهذا يعني وزارة الصناعة أخذ إجراءات وقامت بحملة تحسيسية لكل فيما يخص المسؤولين المحليين، فيما يخص المواطنين، فيما يخص الجمعيات الثانية، لأن هذا يعني هذا الموضوع يعني يهتم كل الجزائريين، مش غير مسؤولين يعني على مستوى الوزارة ولا على مستوى الحكومة، حتى فيما يخص في المحلي، حتى يعني المواطنين وحتى الجمعيات كامل ساهموا يعني في هذه التجربة، يعني ممكن نقول درس السنة 2022 مقارنة مع السنوات الماضية، وممكن إلى كاين نقائص ممكن نصلحوها، وال يعني العمل لازم يبدا من الدرك، ويكون يعني برمجه للسنه 23 ان شاء الله. بحول الله. وخلاصه القول دكتور كمال خفاش ان استغلال هذه الجلود هو قيمه مضافه بطبيعه الحال للجزائر. نعم، قيمه اضافيه لانها تخلق ثروه، ممكن ثاني تخلق مناصب شغل وقلص يعني خاصه فاتوره استيراد مواد أولية حتى ما يعني المنتوجات المصنعة من مادة الجلود ولا حتى الصوف ثاني. شكرا جزيلا لك دكتور كمال خفاش، أنتم أستاذ الاقتصاد، على كل هذه التفاصيل المقدمة.
شكرا، جمعة مباركة إن شاء الله. شكرا. إذن مشاهدينا متواصلون معكم بعد هذا الفاصل. أبطال من ذهب مساء اليوم في 27 دقائق على القناة الإخبارية. متواصلون معكم في برنامج هذا الصباح. نذهب الآن مباشرة أو قبل ذلك إلى ملف الصحة لنهار اليوم، حيث سنتطرق إلى أهمية التغذية الصحية والسليمة لتقوية الجهاز المناعي ومحاربة الأمراض وأهمية التحسيس بخطورة التسمم الغذائي وكيفية الوقاية منها. ولإثراء النقاش حول الموضوع يحضر معنا في الاستوديو طبيب مختص في التغذية الدكتور كمال فليسي. أرحب بكم، شكرا على تلبية الدعوة وجمعة مباركة. جمعتكم مباركة، أهلا بك وتحية طيبة مباركة لك وللطاقم الفني ولكل المشاهدين الأكارم. شكرا جزيلا لكم. إذا دكتور، نحن نقول العقل السليم في الجسم السليم، كيف يمكن أن نعرف التغذية الصحيحة والسليمة وماذا يمكن أن تحوي من عناصر غذائية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لما نتحدث عن التغذية الصحية والتغذية الصحيحة، يعني الجسم تاعنا لابد نلحق له كل المواد الأساسية من مغذيات دقيقة اللي يحتاجها. نبسطوا فقط الصورة، نبسطوا الصورة يعني نمدوا صورة بسيطة جدا، أن الجسم تاعنا بعد 5 أو حتى 7 سنوات تكون كل الخلايا المتواجدة فيه تغيرت، بما فيها العظام تاعنا، يعني فيه عملية هدم وبناء. ما هدم يعني القديم اللي يتهدم يضطر ما يخرج من الجسم ويعوض بخلايا جديدة. يعني العملية راهي مستمرة، حركة مستمرة لا متناهية، لو تتوقف معناتها دائما الله، معناتها نهاية العمر، نهاية الحياة. فالمادة الأولية اللي يبني بها الجسم تاعنا، هناك من أملاح معدنية، فيتامينات إلى آخره، يعني هذه المواد المعروفة من مغذيات يعني يحتاجها الجسم تاعنا، لابد أننا نوفروها. كيفاش نوفروها للجسم تاعنا؟ أولا ملاحظة مهمة جدا، أن تقريبا كل المواد، يعني تقريبا نقولها اللي رانا ناكلوها لأن نلحقوها الجسم تاعنا إلا وهي مفقرة، راهي تتفقر بطرق معينة. طرق تفقير الغذاء وشنو هي الطرق هذه؟ وشنو هي؟ أولا التعديل الجيني، الغذاء مثلا الخضرة ولا الفاكهة، بمعنى ولا دكتور يعني يعدل مخلوش في حالته الطبيعية، نعدلوه من ناحية الجينية. مثلا ناخذ مثلا القمح المعروف الان، حبه تاع القمح تاع 100 سنه من قبل مع تاع الان ماشي كيف كيف، ماشي نفسها. علاش؟ تعرضت الى الكثير من التعديلات الجينيه، رفعوا نسبه الجلوتين، ماده الجلوتين فيها الجلوتين. علاش؟ باش تعطيلها ليلاستيسيتي. مثلا حكموا شوفوا اللي يخدموا البيتزا، لو ناخذوا الحبه تاع القمح تاع 100 سنه ما يقدرش يدور البيتزا تاعو بالاصبع تاعو. رفعوا نسبه الجلوتين، يعني هنا تغيرت. تغير مثلا ناخذ لافارين، مثلا الخبز اللي هنا ناكلوه، حنا نتكلموا على القمح كمثال، يعني لافارين بلونش اللي هنا الي غافيني، هذا لو غافيناج هذا، التكرار هذايا او التكرير هذا، واش يدير؟ نحيو لها القشره المليئه الغنيه بالالياف، القشره الموجوده بحبه القمح، ونحيو لها كذلك البرعم. البرعم واش فيه؟ فيها الزيوت اللازمه،
ومتممات الإنزيمات لتتم بها عملية الهضم، والقشرة الغنية بالألياف باش تتم كذلك عملية الهضم. الزيوت هذه هي المغذيات اللي يحتاجها الجسم تاعنا. نعم، استسمحك فقط. نعم. دكتور كمال فليسي، سنعود الى هذه النقطه بالتحليل والنقاش، ولكن قبل ذلك ننتقل مباشره الان الى المعبر الحدودي بام الطبول بالطرف، حيث يتواجد الزميل زكريا تهامي. صباح الخير زكريا، صف لنا الاجواء والحركه من هناك بعد اعاده فتح المعابر الحدوديه للمسافرين والسيارات الخاصه بين الجزائر وتونس. إذن شكرا لك يا زميلتي بالمحطة المركزية. نتواجد مباشرة بالمعبر الحدودي أم طبول في أول يوم من فتح الحدود البرية، أين عرفنا حركة عادية من قبل بعض ربما بعض السياح الذين أرادوا يعني قضاء العطلة في الجارة تونس، وكذلك يعني بعض السياح من الجارة تونس قدموا هنا إلى الجزائر. في هذا المباشر يتواجد معي السيد بعزيز عبد الحميد رئيس شرطة الحدود هنا بولاية الطرف. سيدي صباح الخير. صباح الأنوار. سيدي، ما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم من أجل ربما تسهيل هذا حركية ربما السياح المسافرين، وبما أنه هذا المعبر هو معبر هام في يعني ربما في الحدود الجزائرية؟ تفضل. فضلك. طبعا تنفيذا لقرار السلطات العليا للبلاد لإعادة فتح الحدود البرية بتاريخ 15/7/2022، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتسخير كافة الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذا الحدث الهام، إلى جانب الإجراءات الأمنية وتعزيزها على مستوى المركز. فإن المديرية اتخذت جملة من الإجراءات التسهيلية، وذلك من أجل تسهيل عبور المسافرين على مستوى هذا المعبر الحدودي. أهم هذه الإجراءات والتدابير وضع أكشاك المراقبة الحدودية المتنقلة التي تسهل على المسافر من إتمام إجراءاته الشرطية وهو على متن سيارته دون النزول منها. ثانيا، استحداث نظام المراقبة الحدودي البيومتري، وكذلك وضع ممر خاص للمسنين والعجزة والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل عملية مرور هذه الفئة. وكذلك إلى جانب كل هذا، فقد قامت المديرية بالتكفل وإعطاء تعليمات بالتكفل بالجالية المقيمة بالخارج وتسهيل العبور على مستوى هذه المعابر الحدودية. نعم، شكرا لك سيدي. كما ينضم معي في هذا المباشر المراقب العجيلات نوفل، رئيس مفتشية أقسام الجمارك هنا بولاية الطرف. سيدي صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بكم. الله يحفظك. سيدي، ما هي الإجراءات المتخذة يعني أنتم أيضا معنيين بهذا الفتح بهذا المعبر، ما هي الإجراءات المتخذة من قبل الجمارك الجزائرية ربما لتسهيل ولضمان سيرورة هذا المعبر؟ بالنسبة للإجراءات المتخذة، أولا إدارة المديرية العامة للجمارك سخرت برنامج مهم جدا من خلال توفير وسائل بشرية ومادية هامة من أجل ضمان جاهزية مصالح الجمارك على مستوى الحدود البرية. أولا من خلال الجانب الإلكتروني، التركيز على الجانب الإلكتروني، حيث وضعت خط أخضر 10/23، أيضا كذلك وضعت حيز الخدمة سند العبور الإلكتروني الذي يمكن من إتمام الإجراءات الجمركية المتعلقة بتسجيل السيارات عن بعد في المنازل وفي الطرقات. أيضا كذلك وضعت إدارة الجمارك استمارة إلكترونية للتصريح بالعملة الصعبة. كل هذه الإجراءات سوف تسهل حتما عملية مرور المسافرين عبر الحدود البرية. كذلك تم مضاعفة عدد أكشاك المراقبة إلى بعدد مهم جدا، ما يسمح بانسيابية ويسر في معالجة المسافرين على مستوى الحدود البرية دائما في إطار احترام
الإجراءات المتعلقة بالوقاية من وباء كوفيد 19. يعني تكلمت لنا سيدي على وباء كوفيد 19، من دون شك هناك إجراءات احترازية، إجراءات صحية لربما تفادي أي طارئ أو أي مشكل أو أي تفشي للمرض. ما هي الإجراءات المتخذة يعني من قبلكم في هذا المعبر؟ ربما المواطن الجزائري راه يتساءل عليها. يعني تم توجيه كل الأعوان خصوصا أعوان الفحص والذين لهم احتكاك مباشر مع المسافرين بضرورة توخي الحذر، ارتداء الكمامة الواقية، وأيضا تفادي كل ما من شأنه انتشار هذا الوباء من خلال المعقم وكل الإجراءات التي تسمح بضمان عدم انتشار هذا الوباء على مستوى المركز الحدودي البري بيوم طبور. سيدي ربما يعني ماذا يلزم للمسافر للخروج من هذا المعبر أو السائح التونسي الذي سيدخل هنا للجزائر؟ يعني الوثائق الصحية اللازمة يعني لعبور المسافرين. قبل الوثائق الصحية نستغل هذه السانحة لكي نركز ونحسس المواطنين خصوصا المغادرين بضرورة توفير كل الشروط المتعلقة بعبور الحدود. أولا استمارة قسيمة الضرائب المتعلقة بسفر الرحلات الدولية وأيضا قسيمة الوقود، من الأحسن استخراجها على مستوى مصالح الضرائب المتواجدة على المستوى الوطني. أيضا كذلك استخراج سند العبور الإلكتروني والتصريح بالعملة الصعبة الإلكتروني من أجل تسهير عملية مرور العبور الحدود البرية. الله يبارك فيما يخص يعني ربما الوثائق الصحية اللازمة لخروج المسافرين من هذا المعبر. بالنسبة للجانب الصحي يتكفل به الزملاء في الشرطة وكذلك مصالح الصحة. الله يبارك، شكرا لك سيدي، كنتم معنا على المباشر في بلاطو هذا الصباح. زملائي بالأسود المركزي، قبل العودة نذكر مشاهدينا الكرام أنه سنوفيهم بأدق التفاصيل في ربورتاجاتنا اللاحقة، وعودة لكم زملائنا بالأسود المركزي. بحول الله، شكرا جزيلا لك الزميل زكريا تهامي، كنت معنا مباشرة من المعبر الحدودي أم طبول بالطرف. إذا نعود إلى ضيفي في الاستوديو دكتور كمال فليسي، طبيب مختص في التغذية. أرحب بكم مجددا دكتور. توقفنا عند العناصر الغذائية المهمة جدا في عملية التغذية الصحيحة والسليمة. نعم، يعني تكلمنا عن الرافيناج، يعني هذا كل ما دخلنا أشياء جديدة على الغذاء نقصنا منه الماكلة تاعنا، نقصنا منها. أو كذلك ما ننساوش بلي طرق الطهي أيضا، الطياب، الحرارة، كل ما تعرض الأكل الغذاء للحرارة إلا تأثر بطريقة سلبية، يعني خاصة إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة. يعني طريقة الطهي تؤثر على العناصر الغذائية عن طريق ربما ارتفاع درجة الحرارة، تساهم في انخفاض العناصر الغذائية، تساهم في انخفاض وبعض الأحيان حتى تدميرها. ناخذ مثلا الطياب نتاع الخضرة في الكوكوطة كي نغلقوا عليها وتقعد تستمر لساعات، هذا الغذاء هذا ورايح، يعني ناكلوا نشبعوا نعمروا البطن تاعنا، لكن الفايدة تكون قليلة جدا. تدمر الأملاح المعدنية، تدمر الفيتامينات، تدمر خاصة الإنزيمات أو مضادات الأكسدة، تدمر مضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة هي نقدر نقولوا هي بمثابة السلاح الرئيسي نتاع الجهاز المناعي تاعنا. مضادات الأكسدة من درجة 60 درجة مئوية، حوالي أزيد من 50 نقولوا احنا، من 60 درجة مئوية إلى ما فوق تبدأ تتلاشى وتدمر. لهذا يعني لما نطيبوا دوما على نار هادئة، طيبوا على النار هادئة، يعني نعطيه أهمية للأمر هذا على الأقل، لأن هذه المواد هذه ضرورية وأساسية بالنسبة للجسم تاعنا ويحتاجها. لهذا تقوى المناعة عندنا، تقوى المناعة وتستمر عملية البناء بطريقة سليمة. جيد. إذن دكتور كمال فليسي، ما علاقة التغذية الصحية والسليمة بتقوية الجهاز المناعي؟ نحن نتيجة الصحون ديالنا اللي ناكلوها حنايا، الجسم تاعنا هذا ما هو الا نتيجه الصحون تاعنا. اولا الجهاز المناعي تاعنا عنده امرين، يعني نقدروا نقولوا عنده الجهاز المناعي تاعنا عنده جناحين يطير بهم. الجناح الاول اللي هو الغذاء تاعنا، والجناح الثاني اللي هو الحاله النفسيه تاعنا. اولا نتكلم شويه يعني في دقائق على الجانب النفسي. الجانب النفسي، الانسان كيكون في حاله لا امن يستنزف المخزون تاعه، الدماغ تاعنا يستنزف المخزون بطريقه مضاعفه لما الانسان يكون في حاله لا امن، يتضاعف
الاستهلاك الى 30 درجه الى 30%، يزيد 30 مره 30 ضعف. نعطيك مثال، ناخذ مثال بسيط جدا. لو مثلا الدماغ تاعنا يستهلك 1 غرام كالسيوم في 24 ساعه في الحاله العاديه، في الحاله الطبيعيه الانسان يكون نفسيا مرتاح. لما يدخل في حاله تاع لا امن، ما يحسش بالامان، يعني يكون في حاله نفسيه غير مرتاحه، لا امن بين قوسين، ما يحسش بالامان، ما يحسش بالامان بالنسبه مثلا بالنسبه للمرض، بالنسبه لصحته، بالنسبه للعمل تاعو، يحس روحه مهدد، بالنسبه للذريه تاعو، الاطفال تاعو. الا هنا الدماغ تاعنا يولي ياخذ 30 غرام في 24 ساعه، فهذا المخزون لما يستنزف لهنا يولي الانسان يضعف الجهاز المناعي تاعو ويولي بريديسبوزي للامراض. ابقى معنا دكتور. نعم. كمال فليسي، سنعود اليك. اهلا بكم مشاهدينا في الساعه الثالثه من عمر هذا البرنامج، متواصلون معكم الى غايه تمام 11 صباحا. اذا تغطيتنا الحيه والمباشره لاعاده فتح المعابر الحدوديه بين الجزائر وتونس متواصله. نعود ونربط المباشر ثانيه بالزميل محمد سنوسي عياض من المعبر الحدودي طالب العربي بولايه وادي سوف. صباح الخير مجددا زميلي محمد سنوسي، ضعنا في الصورة والأجواء لديك الآن. أسماء، مشاهدينا الكرام، صباح الخير عليكم مرة أخرى. ننقل لكم وقائع فتح الحدود هنا بالمعبر الحدودي طالب العربي بولاية الوادي، حيث تسير حركة تنقل المسافرين بين الجانبين أو الضفتين الجزائرية والتونسية بسلاسة. إجراءات تنظيمية ولوجستية تسير بوتيرة منتظمة هنا بهذا المعبر، المعبر الحدودي. وللاستفسار أكثر وللسؤال حول سير العملية، يسعدنا أن نستقبل السيد عبد القادر راقع، وهو والي ولاية الوادي، لنسأله حول سير العملية لحد الساعة. السيد والي، مرحبا بكم في التلفزيون الجزائري. سؤال البداية، كيف تسير عملية تنقل المسافرين بين الضفتين الجزائرية والتونسية بعد قرار السيد الرئيس الجمهورية بفتح الحدود بين البلدين؟ شكرا، صباح الخير للإخوة المشاهدين وجمعة مباركة للجميع. في هذه الأونة نحن نقف على خروج ودخول مواطنين تونسيين للجزائر. هي عملية تتم بعد إقرار فتح الحدود في هذا اليوم. بدأت العملية على مستوى هذا المعبر، هذا الصرح الكبير، في منتصف الليل، حيث استقبلنا مواطنين وافدين من الجمهورية التونسية وكذلك بعض المواطنين متوجهين إلى تونس. كانت العملية تسير وفق ما كنا نتوقع، كون التحضيرات اللوجستية والتنظيمية تمت في أحسن الظروف. الحمد لله تم توفير جميع الشروط للمستوى، على مستوى هذا المعبر، لكل العاملين هنا من أجل تسهيل الإجراءات للمواطنين، سواء بالنسبة للتونسيين أو للجزائريين الخارجين إلى تونس. هذه العملية كما تعرفوا ربما بالنسبة لهذا المعبر بالذات، هم عندهم تجربة، لكون أن المعبر يعتبر من أهم المعابر على مستوى أربع ولايات الحدودية، ويعتبر ثاني معبر من بعد معبر مطبول، لكون أنه استقبل في آخر سنة قبل الغلق نتاعو بسبب كوفيد 2,92,000 مسافر في السنة، وهذا يدل على مدى أهميته بالنسبة لتنقل المواطنين وكذلك بالنسبة للمواطنين الوافدين من الجمهورية التونسية. سيد الوالي، شكرا لكم وبالتوفيق في مهامكم هنا. إذا خول أسماء، ما زالت العملية تسير بوتيرة منتظمة، وكثير من المشاعر هنا لمسناها من المسافرين سواء بالجانبين، الجانب الجزائري أو الجانب التونسي، لوشائج الأخوة وروابط الأخوة بين الشعبين. ما زلنا نتواصل معكم وسنوافيكم بأكثر صور لسير عملية التنقل بين المسافرين في النشرات القادمة. عودة إليك أسماء. بحول الله، شكرا جزيلا لك الزميل محمد سنوسي عياد، كنت متواجد معنا من المعبر الحدودي الطالب العربي بولاية وادي سوف. وأكيد تفاصيل أكثر عن هذه العملية سنوافيكم بها في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. أرحب مجددا مشاهدينا بضيفي
في الاستوديو الذي يتحدث اليوم عن أهمية التغذية الصحية والسليمة وعلاقتها بالجهاز المناعي الدكتور كمال فليسي. أهلا بكم مجددا. أهلا بك. إذن دكتور كمال فليسي، تحدثنا عن ما هي التغذية الصحية والسليمة، العناصر الغذائية، عن تقوية الجهاز المناعي، وتوقفنا أيضا عند مرحلة أو توقفنا عند العناصر الغذائية المهمة وعلاقة هذه العناصر بتقوية الجهاز المناعي لمكافحة الأمراض والأوبئة. أخذوا مثال بسيط جدا، يعني صورة مصغرة حتى المشاهد الكريم، يعني أي إنسان يسمعنا يفهم، يعني يفهم الصورة مليح، يقرأها مليح. أخذوا أي بناء، يعني إنسان حب يدير بناية، يبني مثلا 10 طوابق، إذا كان 10 طوابق ولا 5 طوابق، أولا يدير عملية الأرضية لازم تتنقى، أرضية تاعو لازم تتنقى، لوتيران تاعو لازم ينقيه باش يحط الساس تاعو، المعروف الساس تاعو، من بعد يبدا يبني. اولا نفس الشيء بالنسبه للجسم تاعنا، الجسم تاعنا عندنا 5 كيموكتوار، عندنا 5 اعضاء وكل عضو متصل بخوه يساعد خوه، هي تقوم بعمليه تنقيه، تنقي السموم. لما تتم عمليه تنقيه بطريقه سليمه وبطريقه لا متناهيه، يعني طالما كاش بلوكاج، يعني ما كاش عضو فيه احتباس، اللي هنا الجسم تاعنا دوما تبي المناعه تاعو مرتفعه. لكن اذا كان العمليه معكوسه، اذا كان تراكمت السموم في الجسم تاعنا، اذا كان الغذاء تاعنا غير صحي، مثلا الكونستيباسيون تقدر تجيب مشاكل كبيره. الكونستيباسيون الانسان ما يتنفسش مليح، ما كان ما فيش الهواء نقي، يعني لو سيستم تاعو ما يخدمش مليح، هذا يقدر مع مرور الوقت يجيب له مشاكل صحيه. مثلا الكبد ماشي منقيه مليح، كبد متخمه بالسموم، دير له مشاكل كبار. نعطيك مثال بسيط جدا، ناخذوا احنا نتكلموا على الكبد. الكبد تاعنا هو المسؤول، العضو المسؤول الرئيسي باش يسانتيتيزي، يقوم بعمليه تخليق او انتاج او صناعه لا فيتامين دي. الشمس الله يبارك كاينه مع كولابوراسيون مع ليرا، يعني بالتعاون مع الكلى، لكن هو العضو الاساسي والرئيسي. احنا بسبب الغذاء الغير الصحي وبسبب الكمية الزائدة اللي أنا نأكلها، لأن الإنسان الآن أو يأكل بالنسبة للكمية أو يأكل زيادة أضعاف مضاعفة، لكن غذاء مفقر، اللي هنا تحدث شبه تخمة نون كراسمو على مستوى الكبد. الكبد بسبب التعب ما قدرش يخدم فيتامين دال. يعني كي تشوفي انت كامراه او تشوفي تقريبا كل النساء وين تكلمي معاها تقول لك انا راح صبت لا فيتامين دي طايحه. الان المشكله وحتى عند الاطفال الصغار فيتامين 40-50 ناقص فيتامين دال. علاش؟ لان نوعيه الغذاء اللي انا ناكلوه يدير لنا تخمه، يضعف شويه، يتعب شويه الكبد تاعنا. الكبد تاعنا مثلا ناخذوا لا فيتامين دي، والامور مرتبطه مع بعضها البعض. فيتامين دي اللي الناس كامله يسمع بها، وتقريبا ما كاش بيت ما فيش ديكارونس، يعني شخص ولا شخصين عندهم افتقار بالنسبه للفيتامين هذه. لا فيتامين دي مثلها، لا فيتامين دي يعني تدخل فلاسين في النشاط الايضي تاع الكبد. مثال بسيط، كاين شركه مثلا فيها 230 مكتب، نفس هاد لا فيتامين دي هي مفتاح تحل كل هاد الابواب نتاع المكاتب. تصوري المسؤول على المفتاح ما يجيش، ما كاش المفتاح، واش يحدث للشركه؟ ما فيش نشاط، ما فيش عمل. هذه هي لا فيتامين دي راهي تخلي الكبد يتقاعس عن اداء الدور تاعو، ما يقدرش، ويولي يخدم افيك سوفرانس، يعني بالتعب. وبالاضافه الى ذلك دكتور كمال فليسي، مشاكل اخرى تحدث في اماكن اخرى. نعم، العظام تاعنا، يعني اعطيناه، علاش قلت 230 يعني مكتب؟ مثال بسيط فقط، مثال بسيط جدا. 230 نشاط ايدي، يعني العظام تاعنا يضروا، الجانب النفسي ما نساوهش، كاينين سوفرونس داخل. أحيانا يحدث الاكتئاب نتيجة نعم اكتئاب التغذية. اكتئاب، والخلايا تاعنا، الخلايا اللي تم تبدا الحياة، الخلية تاعنا راهي تخدم وهي تحت الضغط، وهذا يولي على الجانب النفسي. علاش نشوفوا ان هذا الانهيار العصبي راهو يعني الانسان تاع درك ولا بريديسبوزي، كاين قابلية كبيرة جدا الانهيار العصبي بسبب هذا الافتقار ايضا.
يعني بسبب الافتقار. نشوفوا ايضا بالنسبه احنا نتكلموا على الجهاز المناعي، قلت تنقيه الارضيه لازم تكون هذه ديموكتوار تاعنا، الاعضاء المسؤوله عن اخراج السموم لازم تخدم بطريقه سليمه للعمل. جدا نعم. نعم سليمه جدا. الشيء الثاني يعني لازم الساس ونجو طالعين، والساس ما نقدروش نجيبه بناء نقول له مثلا كي تبني قال رجاء اننا بنيني بلا الحديد، ما نحبش البيت تاعي يكون فيها الحديد، ولا قال نقص لي نحي لي الرمل ولا نحي لي السيمان ولا نشرط، قال انا كي تبني ما تديرش الماء ما تخلطش بالماء، لو نقصوا عنصر واحد البنايه تنهار. هكذاك الجسم تاعنا، الجسم تاعنا لازم له باش يبني لازم له فيتامينات، لازم له ملح معدنيه، هذه المواد هذه، ولازم له حتى متممه الانزيمات، حتى اليد العامله في الجسم تاعنا، حتى الانزيمات هي اليد العامله في الجسم تاعنا، لازم لها الوسائل، وسائل العمل. ما نقدروش نجيبوا ماسو مثلا بناء ونقولوا له احنا ما نعطيولوش مثلا المغرفه تاعو ما تسمى يعني ما نعطيولوش وسائل البناء، نقولوا له دبر راسك اش تبني، مستحيل ماهوش راح يقدر يبني. نفس الشيء بالنسبه للجسم تاعنا، اليد العامله اللي هي الانزيمات بمثابه اليد العامله في الجسم تاعنا تحتاج الوسائل، وسائل البناء، واذا كان فقدناها اذا خدينا غذاء مفقر فهناك تعب، تعب شديد في الجسم تاعنا، كاينين سوفرونس. ونشوفوا الان يعني نشوفوا الكثير من الناس في السن مثلا عند المراه يعني توصل 30 سنه 35 سنه تاخذ ضربه شيخوخه، ما كاش دراري تبدا راهي بريمي مينوبوزي، ويبداو هذه المشاكل في سن مبكره حتى بالنسبه للرجال. بالنسبه للخصوبه تاع الرجل الان وتاع 100 سنه يعني نقص، دراسه المانيا تاكد بان الرجل الضعف 300 مره، يعني ارقام بسبب ماذا؟ نولي للخلاصه نقولوا نحن نتيجه الصحون تاعنا اللي ناكلوها. حتى فيما يخص السمنه دكتور كمال فليسي وهي مرتبطه بسوء التغذيه. نعم اكيد، كل يعني احنا نتاج الصحون اللي نتناولوها اللي ناكلوها. فالبناية إذا كانت المادة الأولية سليمة وكانت معتبرة يعني والكمية اللازمة أيضا ومتنوعة كما لازم، فالبناية تكون سليمة، وبهذه الطريقة يعني يقوى الجهاز المناعي تاعنا. وفي هذا السياق دكتور وجب علينا تسليط الضوء من هذا المنبر على خطورة الإفراط في السكر أو حتى الملح عند الأشخاص. نعم، بالنسبة للملح ضروري بالنسبة لنا، الملح لازم ناكله، لازم بالنسبة لي لازم ناخذوها. يعني بالنسبة للسكر، السكر من احنا الإنسان لما ياكل حاجة تقريبا ما كاش أكلة، ما كاش ماكلة ما فيها السكر. السكر الآن الإشكال رانا ناكلو نسبة زايدة بزاف، نسبة زايدة تقريبا، ما ننسوش بلي السكر الأبيض، السكر الأبيض هدايا لو ناخذ مثلا حبيبة تمر، ناخذ فاكهة، يعني السكر الموجود هنا ناخذ دو بان كومبلي مثلا الخبز الكامل، السكر هذا النوع تاع السكر يكفينا ويغذينا يعني ونكتفي به. لكن المصيبه الكبيره راهي في السكر الابيض، وتقريبا السكر الابيض الان ولا كومين كونسيرفاتور، يعني ولا كومين كونسيرفاتور، ولو رافيناج تاعو اخطر حاجه في السكر الابيض هو عمليه التكرير نتاعو. عملية التكرير، احنا السكر الأبيض رانا ناكلوا المادة اللي تعطينا الطعم الحلو الذوق المذاق الحلو، لكن واش فيه السكر الأبيض؟ لو غافيناج لهنا واش يحدث؟ هناك الكثير من العظام، عظام حيوانات يعني تكرر وتصبح يعني تجوز على الأقل 100 مادة كيميائية، تولي عندها القابلية للذوبان السوائل تضاف إلى المادة التي تعطي المذاق. هذا ما يؤثر الحلو. على صحة وهذا ما يؤثر على الصحة تاعنا. ناخذ مثلا المشروبات الغازيه والمشروبات هذه، كوب واحد منها يحتوي ما يقارب 5 ملاعق سكر او 7 إلى 7 ملاعق سكر. حتى بالنسبه للاطفال دكتور كمال فليسي التغذيه مهمه جدا، سواء من اجل نمو سليم او حتى من اجل تحصيل دراسي جيد. نعم، بالنسبه احنا نتكلموا على تحصيل الدراسي زي. التركيز من ماشي يجي من راحه الدماغ تاعنا، راحه الدماغ تاعنا من ماشي تجي راح الدماغ تاعنا كي نعطيولو المادة الأولية اللي يحتاجها. المادة الأولية اللي يحتاجها مثل المانيزيوم، مثل يعني هذه المواد مثلا ناخذو الطفل الصغير لو نعطيوه الصباح مثلا شوية عسل حرة مع الكاكاو الأسود، خلطوا له الكاكاو نسبة عالية من المانيزيوم، وطبيعي
غير طبيعي في حالته الطبيعية وشوية نتاع السكر الموجود في العسل إضافة إلى بعض المواد التي يحتوي عليها العسل، نشوفوا أن هذا الدماغ تاعنا هو راح يشعر بالراحة. الدماغ تاعنا بالنسبة للطفل تاعنا الشيء حاجة أهم حاجة تخليه ما يركش منيح وتضعف له الذاكرة تاعو هو الحالة بين قوسين حالة اللا أمن. إذا ما كانش الطفل ما يحش بالأمان، إذا كان يقرأ أخطر حاجة أيضا في الدراسة تاعه أنه يدرس فوق القلب، إذا كان يدير حاجة ماشي بحب. هذه النقطة هذه مليح نعرجوا عليها، هو أن الأمهات الآن المشكل أن الطفل حبوا يردوه كأنه آلة، يقرأ تنفيستي فيه واللي تقول لك أنا جاب لي كذا صرفت عليه كذا وجاب لي 8 جاب لي 6، يعني كأنها مصيبة كبيرة. والطفل مسكين يقرأ بالضغط، على الأقل الأمهات لو يحببوا له الدراسة تاعو حبوا له القراية تاعو هم راحين يشوفوا إبداع عجيب وانفجار، يعني عند الطفل هذا انفجار إيجابي في الدراسة تاعو ما يقدروش يتصوروها. إذا كان قرأ فوق القلب، إذا كان قرأ الطفل تحت الضغط، التركيز ما هوش راح يكون، استرجاع المعلومة يستحيل أنها تكون قوية. ما هي النصائح التي تقدمونها دكتور في هذا الشق المتعلق بالتغذية الصحيحة والسليمة؟ بالنسبة للغذاء كل ما رجعنا للغذاء يكون في حالته الطبيعية ويكون متنوع متكامل، يعني هذا هو الغذاء الصحي والصحيح تاعنا. فيه نقطة مهمة جدا اللي هي أيضا احنا ناخذ مثال بسيط جدا، يعني احنا نتكلم على الغذاء الصحي ربما الإنسان يقول لك احنا يا كلش موديفي، يعني بالنسبة للخضرة بالنسبة للفاكهة على الأقل نديروا بعض التوازن، ناخذوا بعض المواد الآن على الأقل كاين اللي عنده اضطراب يغرس هو ولا يجتهد، لكن كاين في بعض الفصول كاين بعض الفصول عندها الخضرة تاعها والفاكهة تاعها تكون في حالتها الطبيعية. ناخذ مثال بسيط جدا، الآن الشباب ولا الأطفال، شكون من الأطفال ولا الشباب اللي ياكل الكابوية هي اليقطين دي جاي مثلوا بها يقول لك الطعم تاعه قرعة مكلة كي ما تعجبوش يقول لك قرعة. أفضل أفضل صدقيني بالك نقدروا في الخضر المتواجدة في السوق أفضل المواد اللي تكون في حالتها الطبيعية الآن، لأن الكابوية هادية واليقطين الحبة ديالها البذرة تاعها ترميها وين حبيتي تنوض، حتى ولو ديريها بين زوج حجرات في صور جدار تحطيها لتما شوية انت عندها نوض. الآن الفلاح ما يحتاج أسميدة اللي يغرس الكابوية، ما يحتاج أسميدة، ما يحتاج مواد كيميائية، يعني اللهنة البستيسيد ما يحتاجهمش، فتنوض عندها قوة خارقة جدا. فالكابوية ما كاش الآن ما كاش، يعني نقدر نقوله في الخضر اللي تكون غنية مثلا بلو زنك، لو زنك راهو مفقر في المواد الأخرى بسبب تعرضه لهذه المواد الكيميائية. الزنك ما نصيبوش في المواد الأخرى قلت مثل ما نصيبوه في الكابويا. الكابويا نقدروا، ونحن نعلم أن الزنك هو من بين المكملات الغذائية المهمة جدا خلال جائحة كورونا، قوي المناعة. نعم يقوي المناعة، لكن يقوي المناعة إضافة مثلا نشوفوا بعض الآن فصل الصيف، يعني عندنا مثلا بعض المواد الأخرى بعض الفواكه، أيضا عندنا مثلا وقت القرنينة وقت الآن نأخذ السلق البري، نأخذ هذه المواد هذه اللي تكون في حالتها الطبيعية، نأخذ بعض الطحالب يعني ومتوفرة في السوق طحالب البحرية الطبيعية، هذا على الأقل يساعدونا ونعاود نردوا بعض التوازن. مثلا بالنسبة للمواد الحيوانية ناخذ مثلا البيض نتاع مثل دجاج عرب ولا يكون في حالته الطبيعية، على الأقل نعالجوا الأمر شوية ونردوا بعض التوازن. نذهب الآن دكتور إلى شق آخر ونستغل وجودك للحديث عن مشاكل تحدث طيلة السنة ولكن تكثر خلال فصل الصيف، وهي التسممات الغذائية. ما هي مسببات التسممات الغذائية وكيف يمكن أن نتفاداها؟ نعم، بالنسبة للتسممات الغذائية هي الإنسان لابد أنه يختار الماكلة تاعو، يعرف وين يأكل، يعرف، لأن علاش في البداية تكلمنا عن الحرارة، الحرارة تتلف الأغذية سواء فاكهة ولا خضرة ولا خاصة المواد السريعة التلف مثل المواد الحيوانية ومشتقات المواد الحيوانية. أولا هذه المواد هذه عندها وسيلة واحدة، عندها وسيلتين للحفظ، إما السوفيد يعني هو وش يخلي الحالة تتأكسد تتعفن باش تفسد، هو وجود الأكسجين، هو وجود الأكسجين. لو المادة أي مادة مثلا لحم ولا مشتق من الحيوان، مثلا ناخذ جبن سريع التلف، لو نحيوا نديروه في كيس
ونحيولوا الاكسجين، يعني نحيولوا الهواء، منزوع الهواء، نفرغوا الكيس هذا من الهواء. هذه طريقه من اروع الطرق للحفظ، اضافه الى البروده. البروده هي تحفظ الماده يعني الغذائيه تاعنا. لهنايا الانسان لما يشري، لما يشوف واحد، يعرف واحد مثلا يبيع ولا يطفي، مثلا يطفي الثلاجه تاعو، يطفي وسائل التبريد تاعو، الانسان هنا يعني لهنا الانسان يمشي بحذر ويعرف وين يشري. الشيء الثاني، ما يعرضش لازم هذا الاكل تاعو لما يتنقل به. نعطيك مثال بسيط جدا. بعض الناس يمشيو للمساحات الكبرى، يمشيو للمساحات الكبرى لي سوبيرات هذوما وين يبيعوا المواد السريعه التلف. ناخذ مثلا الياورت، تبي الانسان يدخل يشري جبن، يشري ياورت زبادي، هذو يشريهم، يقعد يدور بهم في المحل حوالي 30 دقيقه ولا 40 دقيقه، من الحاجه لحاجه من الحاجه، حتى ومن بعد الطابور باش يدفع الثمن باش يمشي يزيد باش يتنقل من المكان هذا للبيت، يخلي هذه المواد داخل هذا الدوران هذا، يخلي مثلا هذه المواد السريعه التلف يخليها اخر شيء يشريه. يعني هذه الطرق وان كانت بسيطه هذه من باب الحذر، لكن اذا كان الانسان حدث وين لا قدر الله حدث هذا التسمم، ممكن واش نديروا؟ اولا الشيء الاول اللي نفكروا فيه هو الطبيب، نمشيو عند الطبيب تاعنا، لازم يعني فحص كلينيكي عند الطبيب. شرب كميات كافيه من المياه ايضا، شرب نعم نسبه معتبره من الماء باش الانسان ما يديزيدراتيش، باش ما يجفش، الجفاف نعم ما يمشيش الجفاف. الشيء المهم باش ما نخليوش هذه البكتيريا، ولا اذا كانت بكتيريا هذه ما نخليوهاش باش تنمو. كيفاش نثبطوها على مستوى الامعاء تاعنا؟ نديروا شوربه عسل منصيب، لان العسل حافظ وما يخليش البكتيريا تتكاثر. نديروا شوربه عسل، كوب تاع ماء، نديروا فيه عسل حر، ملعقه تكون معتبره، نديروه يعني ندوبوها لداخل ونشربوا شوربه عسل. ناخذوا ثلاث اكواب، اربعه، خمسه، حسب السن تاع الانسان. وهذا واش راح يحدث لهنا؟ راح يحدث اسهال، يعني الانسان يحدث له اسهال، فالجسم تاعنا وهذه طريقه طبيعيه يتخلص من السموم بطبيعه. نعم، رد فعل طبيعي باش الجسم تاعنا يتخلص من هذا التسمم هذا، من هذه السموم. فالعسل قلتها ورايح يخلي هذه البكتيريا ما تكاثرش على مستوى الامعاء، لكن التواصل بالطبيب ضروري جدا. وقبل ان نختم دكتور، لابد من نصائح للعائلات المقبله على العطل الصيفيه حتى تتفادى التسممات الغذائيه. أهم هي بالنسبة للعطل، أنا نشجع هاد الناس، نقول لهم بعد سنتين ولا تقريبا ثلاث سنوات نتاع الجائحة، يعني فيه أن روتور على الحالة النفسية تاع الناس، يعني فيه ضغط كبير جدا ما يقدرش يتصوره الإنسان، وهذا مع مرور الوقت يعني يقدر يدير يعني مشاكل صحية. نقول لهم اللي عنده الفرصة، اللي عنده فيروح يتفسح هنيئا مريئا، يغتنم الفرصة وما يخليهاش تفوت. لكن بالنسبة للغذاء نديروا في بالنا بان حتى بالنسبه للماء، الماء يعني ما فيه ماء عادي، لو نعرضوه لاشعه الشمس او يقدر يجيب لنا ضرر كبير وكبير جدا. فيقدر يدير لنا انتوكسيكاسيون، الماء فقط يدير لنا انتوكسيكاسيون. فلهنايا واش نديروا؟ الماكله هذه نقتنيو وسائل تاع التبريد، نشريو دي غلاسياغ، ولا كاين حتى دي ساك دركا دو ريفرواديسمون، كابا دو ريفرواديسمون، يعني فيها لداخل ماده الومنيوم، نديروا الماده تاعنا في الثلاجه، نبردوها مليح، نديروها لداخل. فهذه وسائل الحفظ يعني كوقايه رقم واحد بالنسبه، حتى فيه الان دي غلاسيا تمشي بالكهرباء في السياره، فنقتنيوا هذه الوسائل هذه فتسهلنا المهمه. ونديروا قاعده ان درجه الحراره دوما تؤثر بطريقه سلبيه وتدمر الغذاء، وتقدر هي تكون سبب في هذه التعفنات. وهو كذلك، شكرا جزيلا لك دكتور كمال فريسي على كل هذه الشروحات. العفو. إذن مشاهدينا متواصلون معكم بعد هذا الفاصل.
تزامنا وستينية الاستقلال ينظم التلفزيون الجزائري يوما مفتوحا حول قطاع السياحة والصناعة التقليدية، وذلك هذا السبت ابتداء من الساعة 8 صباحا على القناة الإخبارية. قطاع السياحة والصناعة التقليدية قدرات بلا حدود. ونحن نحتفي بستينية استرجاع السيادة الوطنية، عيد الاستقلال الذي بقي راسخا في ذهن كل جزائري، تاريخ مجيد وعهد جديد نفخر به كما نفخر بأبطال الجزائر ونحن في عهد الحرية. نسلط الضوء على من دفع الثمن من أجل أن تكون الجزائر اليوم سيدة حرة وأبية. يسعدني اليوم استضافة السيد أحمد مشطوب من معطوبي حرب التحرير الوطني. صباح الخير سيدي. شكرا على تلبية الدعوة. إذن السيد أحمد مشطوب، في البداية تحية تقدير وإجلال لكم على كل ما تحملتموه من أجل أن نعيش نحن اليوم في كنف الحرية. أنا كنت في الطفولة تاعي تأثرت بزاف، كنت تعرف سجلني أبي في مدرسة الخروبة الأغلبية في أنسيين، وكان مجبور لأنه لم يسجلني في ليفي اللي كانت منطقة الأغلبية مسلمين. هذا الشيء خلاني نتأقلم مع الفرنسيين، رغم هذا فيه الاختلاف بيننا وبينهم. في 61 في آخر يوم تاع الدراسة، كنا عطاونا الكارني سكولير، وجيت في أول مرة في دراستي الثاني في المدرسة، وكنت مسرور وفرحان باش نتلاقى مع الشيخ ويفرح بي. ولكن كي كنا طالعين وفرحانين كان بعض المشاكل، بس كنا في 61 كانت البلاد في مرحلة وين كان بزاف هكا اضطرابات. ومنا كي كنا طالعين كنا نضربوا مع الفرنسيين في الطلعة، كانت منطقة الخروبة هي منطقة في الأغلبية فرنسيين، وحنا نطلعوا المنطقة تاعنا ليفي، وهذا ليفي لازم نعقبوا على منطقة أوروبية. كي لحقنا كي كنا في الأول كنا هكا طالعين كنا نغني ونضاربوا منا الأناشيد تاعنا منا، وأغلب بتعرف الأناشيد اللي أثر فيهم كنا نغني سي فوزات لوايس مونتي او جبل لوايس، سي فوزات ديفونسي مونتي اليفي. هذا الشيء خلانا لحقنا لدرجة وين قعدنا في منطقة أوروبية لا سيتي ألماف، قعدنا تما كنا قاعدين في 8 باش نلحقوا ليفي. كنا نلقاو لي كاني سكولار كل واحد واش يقول على عندي علامة هذه علامة ثانية، كل واحد يفتخر بالعلامة تاعو. فجأة ضربوني أنا الأولاني، ضربوني للرجل، إعاقة على مستوى الرجل. وبعد واش وقع بديت نزقي، قلت لهم يضربوا فينا هربوا. وبعد تعزقيت بوبكر الزايا هذا اللي كان شجاع، وراح جاب لي هاكا المحفظة وداوني للسكن تاع ليفي اللي فيها العسكر. أول حارس ما حبش يستقبلنيش رغم الدم هذيك، قال لي روح لهيكا. في الحارس الثاني شاف الدم ويسيل هكاك عليا وانا كاطف صحيح في عمري 10 سنوات، طلعوني فوقا. وبعد شافوا واش كاين، شاف الرصاصه ما خرجتش، قال لي لازم نديك مصطفى باشا. جابوا الجيب داوني مصطفى عمره ما يتشكك باش ما توجعنيش. ومن بعد وليت للدار، الشيخ كما كي جا مقلق قال لي غدا لي ضربوك انت اللي تواسي المشاكل انت هكا. نهضوا هذاك رحت للسبيطار لحقت في السبيطار واش وقع، قال لي نشدوك
كي شدوني ما حبيتش نروح انا نقول للشيخ نقعد نروح معاك نروح معاكم. انا شدوني بقيت 21 يوم في المستشفى. المستشفى كانت رجلي هكا معلقه باش ما تتحركش خصاصا منها. ومع الوقت هكاك شفت اشياء كثيره وقعت فيها في المستشفى، الاطفال يموتون وهذيك لافات عليها بزاف. وشفت شفت الناس يجيبوهم تاني. يعني كنتم شاهد على وحشيه الاستعمار الفرنسي. نشوف حوايج هذيك ما حبش نحكي عليها بزاف. كان واحد جابوه منطقه كاستيغليون طام قطعين قاعد بالصاص كاستيغليون هي بوسماعيل حاليا. وشفت حوايج وبعد لحقت لظهرات وين تقلقت. الشيخ ما قدش يجيبني حتى 21 يوم بعد باش جا، بس كان ما على باليش كانت المشاكل منها. نهار كي جا قال لي نديك، قال لي ما هذا واش عندك نديك. بس قال له واحد طبيب في ليفي قال له خرج وليدك من المستشفى. بس قالوا باسكو راهم يكملوا عليهم اللي عندهم علاقه مع الثوره. يعني استهداف للمستشفى مباشره. استهداف المستشفى داخل المستشفى اللي يكون واحد عنده بجريح متعلق بالثوره الجزائريه. يعني ما لا خرجني هكا بزاف رغم ما واسمو كنت نتمشى هكا واسمو وخرجني. راكي خرجني بقيت في الدار كان يمشيني كان يقول لي مشي قباله بالسيف بالسيف هكاك باش تنحل التكاوين. مشيت الحمد لله بهذيك الطريقه واسمو البدائيه ومشيت وبقات رصاصه. كي تكمشت رصاصه مع واسمو مع مرور الزمن تحكمت واسمو وعدت نمشي واسمو بصح نحسلها في هذاك مرات في البرد مرات توجع ومرات وقاومت هذاك الشيء. وهو شو وقع لي في الشوك هذاك كنت وليت نتعكن مهلا بقيت نتعكن في الدراسة. يعني صدمة نفسية إلى جانب التعرض إلى رصاصة على مستوى الساق. كنت نتعكن كاع الدراسة تاعي ديت على التعكين حتى 27 سنة في أمر وباش هكا وذكر لي الحمد لله خير من كنت. وبعد بخدمت في وزارة الخارجية عام كمترجم عربي فرنسي. خدمت في العلوم الزراعية واحد 7 سنين ومع قدوم الحقبة السوداء قلت لهم خلاص رحت لانجلترا نحكي واحد ما حبي مني. بعد بيت نكتب هكا نكتب. مثل هذه الشهادات سيد احمد مشطوب مهمة جدا في توثيق جرائم المستعمر الفرنسي. وكتبت دوكا عندي 190 ورقه راني قريب نكمل كاع المذكرات تاعي كتبها بالفرنسيه. وكي كنت نحكي كان الناس مانيش ما لحظتها واسمي. بديت نشرح في فرنسا وحدي. بعد ما حبوش يستعرفوا قالوا لي تدخل في زاكول تيفيون لازم الجزائر تكلف بيك على ما تكلفوش بيك. زدت لك بعت واحد بس بينما كنت معليش قلق باش نروح لفرنسا بعت واحد كمثلني واحد طبيب. ومن بعد ما قبلوش واسمو ثانيا ما قبلوش قالوا لي انت ما عندك حتى علاقه مع باش تكون. بعد 5 سنوات واش وقع شفت واحد عنده نفس القضيه كيما انايا مضروب كطفل صغير بصح موقف في فرنسا. كانت واحد المحاميه وسط المستحيل باش يعوض. انا خذيت الديكري اللي نجحت باسكو كانت اتاكي في الكونسي كونستيسيونيل ان فرنس. انا اتاكي الكونسي كونستيسيونيل ان فرنس ونجحت باسمو بدل هذاك الديكري خذيته وبديت نغاهم. بعد 5 سنوات باش ردوا لي عاودت كاع الملف تاعي كي عاودتهم دخلت في الاكسبرتيز مع واحد طبيبه يهوديه في انجلترا شافتني قالت لي ما عندك والو جسمانيا ما عندكش معوق جسمانيا. مع قلت لها معوق نفسيا بديت نتكلم معها هكاك كي نحكي معها بزاف قعدت معايا هكاك 3 حصص. وبعد حست باللي راني مقيوس
وبعد بدات واسمو قالت لي واش قلت له راني نكتب قلت مقيوس راني نكتب كي شاف الكتيبه تاعي تاثرت حتى 19 سنه وانا شارع فيهم من 2002 حتى حتى 2020 باش تعرف هذه كاع وعندي وثائق واسمو الحمد لله دوكا كي استعرفوا ولات لي حاجه ك ك بالاعتراف هذا خلاني نحس روحي باللي ومع مع الجزائر كي وصلت مع الجزائر عطاو لي 40% تاع معوق بصح 40% ماشي كافي ك كضحيه ماشي مقبوله. انتم تشاهدون وانتم تشاهدون الاستعراضات العسكريه المهيبه التي قام بها فرد الجيش الوطني الشعبي يوم الخامس جويلية الماضي، كيف كان شعوركم وانتم كنتم جزءا من هذا التاريخ وما هي رسالتكم للشباب الجزائري الآن؟ أنا باش نقول كلمة من عم قلبي، كي واحد يزكي الأرض تمو مستحيلة السبعة ما يحبش بلاده هذه عطيها قسمية وهنا كل دائم ندافع وندافع وندافع أما هذا الشيء لازم الجيش الحالي الجيل الحالي لازم يفهم اللي باش ولات مستقله كانوا الناس وراها اللي كافحوا وجابوا الاستقلال وما جابوش الاستقلال هكا عفويا جابوه بكفاح كفاح وضحيه اكبر ضحيه وقعت هي الثوره الجزائريه مع الثوره الفيتناميه ما كانش واحد يقول الثوره الجزائريه هي مثال اكبر مثال في العالم وهي تقرا في جامعات العالم بزائر. شكرا جزيلا لكم سيد أحمد مشطوب، تحية إجلال وتقدير لكم. إذن مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامجي هذا الصباح، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، تحية تقدير لكل من ضحى من أجل الجزائر. من أجلك من أجلك أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيي.